مشاهدينا حول العالم، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر من خلال شاشات الكارما وعبر الاقمار الصناعيه التي تغطي العالم، لنكون معا نحو عالم افضل. عالم افضل يحيا بالفعل الحياه الافضل التي اتى لاجلها من قال: قد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. المسيح له المجد، الذي هو الطريق والحق والحياة. ما هي تلك الحياة؟ هل من سبيل للوصول إليها؟ أم هي بعيدة المنال كما يظن البعض؟ من أين نبدأ؟ كيف نحصل عليها؟ كيف نحياها؟ كيف نتمتع بها؟ كيف نختبرها ونخبر عنها وندعو إليها؟ هذا أحبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع خادم الرب الدكتور رضا اسكندر. دكتور رضا، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، وأتمنى أن يكون الوقت رائع في نصل إلى الحق ونعيش ونتمتع بالحياة الأفضل على هذه الأرض. أمين يا دكتور. أمين. 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 إحنا ثقتنا في الرب كبيرة، لكن كمان عارفين أنه الرب مديك وزنات رائعة، وفي اسم يسوع نستثمر كل مليك في هذه الليلة فعلا، وتقودنا ناحية حياة أفضل بيحلم بيها الجميع. أمين. أحبائي، أيضا سعيدة جدا أني أتواصل معكم من خلال الشاشة ولكن عبر التليفونات، حتى نسمع كل ما لديكم من تعليقات، مشاركات، أسئلة في هذا الموضوع: الحياة الأفضل وكيف نحياها. ولكن قبل هذا وذاك، تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمة. مرة تعبد، مرة تسند، مرة تشدد، وأنا وياك. والمرة تتألم أبعد، أرجع وألقاك ما نسيتنيش، ما فارقني أبداً. أحسانك ده ما فارقني، فارقني أبداً أبداً. أحسانك ما فارقنيش، من وأنا لسه فرح بالأم، الرحمة شالتني وما سابتني. ما فارقنيش أبداً إحسانك ده ما فارقنيش، من وأنا لسه فرح من الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. وما بلاقي النفس انهارت تحت راحاية شك وضيق، والنوم هارب مني بطالب وجعك واصرخ ما تسيبنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا. احسانك ده ما فارقنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا. احسانك ده ما فارقنيش، من وانا لسه افرح بالام، الرحمة شالتني وما سابتني. فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش، من وأنا لسه فرح للأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. وما تحارب وأنا في القارب، في الموجة وبالريح والخوف، وأبقى بنازع يا زعر رابع، تيجي تدافع عني أعيش. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك، ما فارقنيش.
الفرح ما شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالام الرحمه شالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سيني سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالام الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالام الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ما فارقنيش لسه فرح منهم الرحمة شالتني وما سابتني أحبائي. الحياة الفضلة ربما تكون حلم لا يبارح خيال الكثيرين، ولكن ما هو مفهوم الحياة الفضلة في أذهان البعض؟ يظن البعض أن الشهرة والغنى والممتلكات والجاه والمراكز والمناصب ربما هي فقط الحياة الفضلة الذي يسعى إليها الإنسان، ولكن تعالوا معا نحاول نصلح بعض المفاهيم الخاطئة تجاه الحياة الأفضل. وده يخلينا يا دكتور نبدأ حلقتنا بهذا السؤال: ما هو المفهوم الكتابي للحياة الأفضل؟ حقيقة الحياة الأفضل أعلن عنها شخص رب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر، ومكتوب كده في إنجيل يوحنا 10: قال يسوع أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وإحنا شايفينه اللي من دول شغال كده. نعم. وأما أنا فقد جئت، وأنا قد أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. لتكون لهم حياة إعلان إن أنا كنت ميت وبقيت حي، وهذا الأمر لا يتوقف على أبدية فقط تبقى لي في السماء، لكن علي أن أعيش الأبدية على الأرض. فجئت لكي تكون لهم حياة، أن نخلص، لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. لكنه لم يأتي ليخلصنا، لكن اللي جاي يخلصنا بالتمام، يخلصنا من الجحيم الأبدي، ويخلصنا بالتمام من الإنسان العتيق الذي فينا، فيطلق فينا الجديد. هذا الجديد هو الأفضل. الحياة الأفضل هي أن يعيش الله فينا، لا نعيش نحن في عالم مسكين، بل يعيش هو فينا، فنعيش نحن منتصرين على هذا العالم، مطلقين سراح الذين حولنا، لنعيش الجميع الحياة الأفضل. فالحياة الأفضل ليس مستوى معيشة أفضل، والحياة الأفضل ليس إمكانيات أكثر، لكن الحياة الأفضل هي الوقت الذي فيه يستطيع الإنسان أن يتحرر من كل قيود الأرض،
ويعيش السمع على الأرض. وإحنا بنقول في أبانا الذي كما في السماء كذلك على الأرض. والرسول بولس أعلن عن الحق ده في رسالته لتلميذه تيميساوس في الرسالة الثانية والأصحاح الثاني، قال له أصبر على كل شيء من أجل المختارين. من المختارين؟ الذي تمتعوا بالخلاص. نعم. الذين قبلوا الدعوة. فالمسيح دعا الجميع، وهذا الإعلان جاء في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. نعم. كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. والحقيقة علشان أوصل للجزئية بتاعت الحياة الأفضل لازم أعلن ما هي الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي الإعلان اللي قاله المسيح في يوحنا 17 بلسانه الطاهر، وهذه هي الحياة الأبدية. نعم. أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذا هو الحياة الأفضل، إن أنا أعيش في هذا العالم اللي هو واقع أليم جدا، لكن في إيمان يهزم هذا المستحيل. علشان كده إحنا النهاردة مش مفروض إن إحنا نعيش نبحث عن أفضل أرضيا، لكن علينا أن نعيش الحياة الروحية التي فيها نحكم في الأفضل في كل الأمور الأرضية ولا يحكم فينا من أحد. يعني باختصار، مش الأفضل إن أنا أكون غني، لكن الأفضل أكون غني بمعنى شبعان. واخد بال حضرتك؟ مش الأفضل إن أنا أكون إنسان أملك كثيرا، لكن عندي إمكانية أن أنا أعطي كثيرا. فالحياة الأفضل هي باختصار كده، يعني حضرتك أعلن عنها الوحي بكل وضوح في مزمور 16. يعني إذا سمحتي لي أطلع مزمور 16 وأقول لحضرتك كده الإعلان اللي الكتاب المقدس بيعلنه. بيقول كده مزمور 16 عدد 3، بيقول القديسين الذين هم في الأرض، القديسين الذين هم في الأرض كل مسرات والأفاضل الذين هم في الأرض والأفاضل كل مسراتي بهم. يبقى النهاردة في قديسين وفي أفاضل. القديسين والأفاضل. نعم. يعني إيه معنى الكلام ده؟ قديسين ده الشخص اللي اختبر المسيح. قديسين ده الشخص اللي تعين وصار مخصص وصار اسمه في سفر الحياة. وده قال عنه الكتاب في رسالة أفسس أصح 1، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم. واخد بال حضرتك؟ عشان كده الأفضل بقى الأفاضل الذين فضلوا الحياة مع الله عن الحياة مع العالم، بمعنى أنهم لا ينعزلوا عن العالم لكن يعيش حضور الله فيهم 24 ساعة، فيصير العالم خاضعا لهم، لا يكونوا هم خاضعين للعالم وبالتالي يلهسوا وراء العالم، لكن العالم يخضع لهم من خلال حضور الله فيهم. عشان كده من هو الفاضل؟ الشخص الذي فضل الحياة مع الله عن الحياة مع العالم، بمعنى إنه هو شخص فضل أن يعيش هكذا في سماء على الأرض. والسماء على الأرض حضرتك قال عنها بولس تعبير حلو قوي، قاله بطرس برضو. بولس قاله في تيموثاوس الثانية، قال كده أصبر على كل شيء من أجل المختارين اللي هم القديسين اللي هم قبلوا المسيح. يبقى الذي قبله صار ابنه. نعم. واللي رفضه صار شخص هالك، لأن الكتاب بيقول كده أما الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فسلطان المؤمن هو أن يعيش مخلص من الخطية الأصلية وأن يكون مخلصا من الإنسان العتيق صناعة الخطية الأصلية، فيعيش سما على الأرض. هذه هي الحياة الأفضل. إيه رائع دكتور في المقطع اللي قريته، مفارقات صعبة قوي، سارق يأتي حتى يهلك. أيوة. ويقتل. أيوة. ويسبح. أيوة. وحضرتك يعني نوهت أنه مش أمر بنسمع عنه لكن شايفينه. وفي صدده. أيوة. وفي صدد أحداثه في تلك الأيام، ودي المفارقة. نعم. الكبيرة. أيوة. أما أنا. أيوة. وجه، يعني عايز أقول حتى ما فيش وجه مفارقات أو مقارنات. لا. ممكن تحسب حتى نحطها في ميزان نقارن به. بالضبط. وعندنا النهاردة الاختيار اللي حضرتك يعني محتاجة تكلمنا فيه النهاردة، بندعو لحياة أفضل. نعم. لكن هناك يعني آخر واقف متربص
يقتل ويذبح ويهلك وزي نعم. ما احنا نعم. شايفين. كلمنا عن المقطع ده وازاي بتشوف انه الرب يسوع هو الباب. الحقيقة المسيح انا بقول عنه هو باب الابواب. نعم. ليه هو باب الابواب؟ لانه قال كده انا الباب، ان دخل بي احد يخلص. نعم. ويدخل يبقى في دخول تاني. نعم. ويخرج ويجد مرعى. نعم. وكلمة أبواب دي موجودة في الكتاب المقدس، بس في أمثال 8 عدد 23 لو سمحتي لي أطلع سفر الأمثال، في أمثال 8 عدد 34 بيقول كده: طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. فجاءت كلمة الأبواب هنا أحبائي، عشان كده كلمة الأبواب هنا هو أن المسيح لم يعطينا أن نكون هو باب واحد، بل هو في داخل هذا الباب أبواب كثيرة يريد فينا أن ندخل ونخرج ونجد فيها مرعى. هذه نعم. هي الحياة الأفضل. نعم. فالحياة الأفضل ليس أن أخلص فقط وأصير في العالم واخد صراع مع العالم، عايز أوصل في العالم، عايز أعبده وفي الوقت نفسه عايز أعيش في العالم، وهذا مستحيل. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، إما نعم. الله وإما المال، والمال ده هو العملة اللي العالم كله بيلهس عليها، العالم كله بيحاول بكل الطرق يجي فيها. عشان كده النهاردة الله بيقول أنا عايزك تعيش مخلص وبالتمام، خلصنا ويخلصنا وسيخلصنا بالتمام. علشان كده الحياة الأفضل أن أكون حي السماء على الأرض، المسيح يكون فينا، المسيح يكون فينا. وده ما يجيش إلا إذا سمعت الكلام اللي قاله المسيح في يوحنا 10: إن دخل بي أحد يخلص. فهي دعوة، هذه الدعوة لابد أن نتعامل معها بكل اهتمام. كل شخص النهاردة، أنا بقول لإخواتي المشاهدين النهاردة، أنت قدامك صوت الله واضح جدا في سفر الأمثال الأصحاح الأول والعدد الأخير، بيقول لك: أما المستمع لي يسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. هذا هو خلاصة، وهذا هو المنتج النهائي للحياة والحياة الأفضل بتاعت يوحنا 10. أنت محتاج أنك تعيش آمن في زمن بلا أمان، العالم كله الآن يضج ويميج، ليس في الشرق الأوسط فقط لكن في كل مكان، في الولايات المتحدة قبل أي دولة أخرى، وفي كل مكان وفي ربوع الأرض هناك الأمان مفقود. النهاردة الله النهاردة عايز يقول لك أنا عايز أبديك الأمان الكامل، الأمان الكامل. حينما تسمعه، حينما تسمعه تتمتع بالأمان الكامل. عشان كده اللي أنا عايز أقوله: أما المستمع لي يسكن آمنا. بس كده لا، ده في حاجة كمان جميلة جدا، هي دي الحياة الأفضل، إنك أنت تعيش مش خايف من بكرة، لأن كل الناس خايفة من النهاردة وخايفة من بكرة، واللي مأمن نفسه النهاردة الآن على بكرة. علشان كده النهاردة أنا شايف حضرتك إن الناس عشان تعيش الحياة الأفضل تتمتع بالجزئيتين دول، إنها تعيش بالأمان النهاردة وتعيش بالأمان بكرة. مش بس كده، وتعلن الأمان للآخرين وتكون سر أمان وسلام العالم. نعم. عشان كده بيقول: أما المستمع لي يسكن آمنا، أهو دوت فيه الخلاص، الضمان الأبدي. عشان كده النهاردة أنا عايز أعرف: هل أنت لك الضمان الأبدي؟ كل واحد ليه ضمان أبدي، ده الأمان. وبعد كده تعيش تغني وتقول: غفر خطياتي ومعي في غرباتي وضمن أبديتي. علشان كده النهاردة كيف أسمعه؟ كيف أسمعه؟ أنزع العالم الأفضل اللي أنا عايشه، اللي أنا شايفه أفضل من حياتي، اللي ملأ عيني وملأ ذهني وملأ قلبي، واللي بيخليني بضيع عمري عليه. عشان كده في سفر أشعياء أصحاح 6 نلاقي نبي عظيم جدا لقب بالنبي الإنجيلي. قال كده أشعياء النبي، قال: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد الرب
رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. وأنا عايز أقول إحنا النهاردة في الحلقة دي باسم رب يسوع هنخلي كل إخواتنا مشاهدين إن هم ينزعوا العالم الكاذب في اسم يسوع، العالم الذي يضيع العمر معه وتنتهي الحياة ونفقد أبديات، ربما يفقد البعض أبديته وربما يذهب إلى الأبدية ولكن يخلص كما بنار. المسيح ما جاش علشان يخلصنا من جهنم ويسيبنا متعذبين في جهنم تحت، لكن المسيح النهاردة ادانا خلاص من جهنم اللي جاية وكمان من جهنم اللي تحت. فالسماء تبدأ من هنا والجحيم يبدأ من هنا. عشان كده المسيح قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت، وكلمة يعرفوك مش يعرفوا عنك لكن يقترنوا بيك ويصيروا روحا واحدة. في العهد القديم آخر نور كان التصاق، في تثنية 4:4 يقول وأما أنتم الملتصقون بالرب إلهكم فجميعكم أحياء اليوم، وفي تثنية 13 آخر حاجة يقول لك وبه تلتصقون، ده آخر المطاف بتاع العهد القديم. لكن العهد الجديد صرنا لحم من لحمه وعظم من عظامه. قال المسيح في يوحنا 17 أنا فيهم والآب فيا وأنت فيا، بيكلم الآب، ليكونوا مكملين إلى واحد، ليعلم العالم أنك أرسلتني. أنا عايز أقول الحياة الأفضل هي الحياة اللي هتغير العالم. الحياة الأفضل أنك تعيش في موازين إلهية ثابتة وسليمة. عشان كده النهاردة باسم الرب يسوع في الحلقة دي هننزع العالم من عينينا، هننزع العالم اللي ملى عينينا. في ناس بتعبد الله عايزة تعبده لكن في الواقع هي قلبها مش معاه، فما ينفعش. عشان كده قال أما المستمع لي، لما يقول مستمع لي على طول تخش الكلمة اللي قالها بولس في السفينة اللي بتتكسر في سفر أعمال الرسل لما قال كده وقف بي ملاك الإله الذي أنا له. شوف حضرتك هو يقول أما المستمع لي، وفي أشعياء 43:1 يقول لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. أنا النهاردة عايز أقول لكل أخ وكل أخت بأمانة شديدة أنك أنت النهاردة في إيدك، رغم أنك لا تملك مليما واحدا، ربما لم تتعلم، ربما الظروف الحياة قاسية جدا بتكتزها، لكن في لحظة حينما تدخل السماء التي على الأرض، هذه السماء مفتوحة حتى هذا اليوم، والدعوة ليك لكي تكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. حين تدخل هذه السماء أنت لا تشعر بأي رعب وأي خوف، تتمتع بأمثال 1 العدد الأخير، تتمتع بسلام الله. يقول الكتاب أما المستمع لي يسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. المستقبل مضمون، إحنا عايشين في مستقبل مضمون. أمين أمين يا دكتور. مبسوطة قوي أن حضرتك تكون تقدم دعوة واضحة جدا. إذا محتاج لأمان في هذا العالم المرتبك المضطرب، ارفع عينيك من الحياة الفضلة أو الحياة الأفضل بمنظورك البشري، لأنها مش هتوصلك. دي يمكن توصلك بس للهوية. بالضبط كده. ولكن قلت تعبير رائع. يخلص، وده اللي عايزة أرجع تاني ليه. إيه مفهوم الخلاص بالنسبة لحضرتك؟ كيف أخلص؟ لو النهاردة حد بيقول أيوة أنا بمنظوري أنا شايف إنه كل ما بيحيط بي من أشياء عينية هي دي الحياة الأفضل. تمام. حضرتك بتتكلم عن مفهوم أنا عايزة أستوعبه أكتر. أيوه. إذا خلصت، إذا تمتعت بحياة أبدية، أيوه، إذا غفرت خطاياك، أيوه، إذا تمتعت ببنوية، لا، هي دي الحياة الأفضل اللي هتضمنك يعني اللي جاي من حياتك، من اللي جاي من حياتك على الأرض واللي جاي في الأبدية. تمام. تقصد إيه يخلص؟ وإيه تأكيد الخلاص جوايا لو أنا قاعد النهاردة؟ إزاي أتأكد؟ ما هو يقين الخلاص بالنسبة لي؟ شوفي حضرتك العمل اللي عمله المسيح على الصليب، واخد بالها، عمل كامل قبل أن ينكس الرأس، قال الكلمات دي قد أكمل ونكس الرأس. خد بال حضرتك، هو أسلم الروح ونكس الرأس؟ لا، عمل العكس، ونكس الرأس ثم أسلم الروح. نعم. وهذا دليل أنه هو الله الظاهر في الجسد. هو قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. أي شخص بيموت، واخد بال حضرتك، بينكس بيسلم الروح وبعدين ينكس الرأس. واخد بال حضرتك، واخدين بالك؟ لكن هو عمل إيه؟
ونكس الرأس وبعدين أسلم الروح. نعم. وده حتة بتفرق كتير قوي من الناس لازم تبقى فاهمة إنه صنع كل شيء كامل، هو الكامل وصنع كل شيء كامل وأكمل الناموس تماما في الصليب، وكل من قبل المسيح مخلص لحياته صار ضمنيا أكمل الناموس. فهو لم يأتي لينقض بل جاء ليكمل. نعم. وهو لما جه ادانا العمل كامل، ادانا خلاص من الجحيم الأبدي، وادانا خلاص من المعاناة في هذا العالم. الناس كتير قوي النهاردة بتقول لا احنا في العالم بنعاني، لكن الحقيقة المعاناة الحقيقية حينما نجتاز العالم بالصورة اللي احنا عايزينها، ان احنا بنبحث عن العالم، انا بعاني لان عايز من العالم، لكن انا لا اعاني لاني لا اريد شيئا من هذا العالم. عشان كده هو قال كده في مزمور 16، القديسين والافاضل الذين هم في الارض كل مسراتي بهم. وهو في موقع تاني في الكتاب المقدس يقول السماء ليست بطاهرة أمام عينيه، وإلى ملكاته ينسب حماقة. الحاجة الوحيدة اللي تسر قلبه القديسين اللي هم مين؟ المخصصين. مين؟ اللي قبلوا الخلاص بتاعه، اللي تمتعوا بعمل الدم، اللي عاشوا أسماءهم في سفر الحياة، وكمان والأفاضل الذين فضلوا الحياة معه وتمتعوا بالحياة الأفضل. وهنا الحياة الأفضل زي ما قلت لحضرتك إن أنا أسمعه. نعم. وأنا مش ممكن أسمعه إلا إذا شفته. وده اللي جه في أشعياء 6، قال كده رأيت السيد الرب في سنة وفاة عزية الملك. النهاردة احنا عايزين نعمل إحلال وتبديل، هننزع عزية اللي هو الحياة الفاضلة في العالم، وكأنه لم يرى، يعني تأكيد غير عادي. أيوة. لم يرى الرب. أيوة. إلا في أيوة. سنة وفاة، لما اتزاح، لما بالزبط. اللي كان حاجب وجه الله عنه، بالزبط. اللي كان واخد تركيزه بالزبط. خد جنب بالزبط. بدأ يرى الله بصورة رائعة. بالزبط. أشكرك عشان ربطتها بالجزئية دي. عشان كده أنا ليا مقولة بحب أقولها، اتفضل. أراه في الحرية، نعم، أسمعه في الإرسالية، وأتكلم إليه في قبول الدعوة الإلهية، فأطلق ثمارا لحياة أبدية. هي دي الحياة الأفضل، أراه في الحرية حينما أرفض هذا العالم، حينما أعلن أن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. هللويا. حينما أعلن أن وأنا معه لا أريد شيء. شيئا. واخد بال حضرتك؟ عشان كده في تخصيص هنا أن أنا الرب عزي. الرب عزي، مش العز اللي بيدهوني، هو عزي. هو الرب هو ترسي. نعم. مش انه بيبعت لي ناس تحميني، هو نفسه اللي بيحميني. نعم. عليه اتكل قلبي فانتصرت على نفسي. حين ننتصر على انفسنا ندخل الحياه الافضل، وحين لا ننتصر على انفسنا نخضع في حياه الافضل مزيفه. علشان كده النهارده لازم نعيش الحياه الافضل. هديك امثله حضرتك، يعني في العهد القديم، واخد بالك، الفتية كان قدامهم حياة أفضل على مستوى أرضي بكل تأكيد. الفتية في أيام نبوخذنصر. نعم. كانوا وزراء في مملكة، أوريدي كانوا وزراء عن طريق دانيال، نصبوا وزراء في مملكة بابل، ليهم مراكز وليهم مراكز، وكان قدامهم إن هم يعيشوا المراكز دي، لكن لما لقوا الموضوع هيوصل إن هم هيفقدوا علاقتهم بإلههم بسبب إن هم يتمتعوا بالحياة الفضلة. نعم. الأرضية، قالوا للملك شخصيا يا نبوخذنصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. وضعوا حدا لهذه الحياة اللي كانوا عايشينها. رائع. قالوا كده احنا ما يلزمناش، احنا لينا إله، هو ذا إلهنا، يستطيع أن ينجينا من يدك ومن أتون النار المتخذة. وإلا يعني، وإلا يعني لو حصل ومتنا احنا رايحين السماء. رائع. وإحنا هنا عايشين في السماء، احنا عندنا السماء هنا وعندنا السماء هناك. انت عايز تنزعنا من السماء اللي هنا، بتخدعنا بالسماء اللي عندك. نعم. لكن احنا مش هنسيب السماء بتاعتنا، احنا عايشين في القصر بتاعك. لكن ما تنساش يا نبوخذنصر ان اول ما دخلنا واحنا جايين من السبي، وضعنا في قلوبنا الا نتنجس من اطايب الملك ولا من خمر مشروبه. احنا لسنا من هذا العالم، احنا لسنا كباقي الناس، احنا ليست سكنانا مع البشر. والحقيقه لما هم بيعلنوا الحق ده على نور العرافين، لما جه قالوا نبوخذنصر الحلم مش ممكن حد يجيبه لك، لكن احنا نقدر نفسر لك الحلم لو انت حكيته لنا. واخد بال حضرتك؟
ده العالم اللي احنا عايشين فيه. ده العالم وتحديات العالم وتحدياته، ان العالم مش ممكن، العالم ليه حدود. نعم. العالم يقول لك فيه قوه باطشه، العالم فيه علم متقدم، العالم فيه امكانيات غير عاديه، العالم بيوصلنا دلوقتي الى اخر العالم من اتصالاته، لكن العالم لازال محدودا لا يقارن بالعالم الالهي. نعم. الذي منح لنا. نعم. ليس حينما نموت في هذا العالم ونذهب إليه، بل حينما نموت في هذا العالم عن هذا العالم. نعم. هنا نحيا هنا. في هذا العالم. نعم. هنا وليس فيما بعد. نعم. نموت عن هذا العالم هنا. هنا. ونحن أحياء. بالضبط. وده عشان كده الكنيسة الحقيقية هي التي تموت. الموت هو حياة الكنيسة. الموت عن العالم، فهي تعيش في السماء على الأرض. يعني عايز أقول لك الأتون كان محمى 7 أضعاف. واخده بال حضرتك؟ وهما اتفصلوا من العالم الافضل اللي هو كل الناس دول وزراء في المملكه، يعني نعم. مركز كويس، عالم افضل بمنظور بشري بحت بالظبط. ولو كانوا اختاروا يمكن ما كانش حد هيلومهم. بالظبط. بس هنا الاختيار والقرار. بالظبط. لا كان هيتلاموا. نعم. هيتلاموا الهيا اكيد. هيتلاموا بكل إلهياً. كلام. لكن العالم ده ناس في مراكزها. ما فيش اي لوم. بالظبط. بالعكس انت اتمزجت بوضعك. بالظبط. لكن النهارده ارتفعوا ازاي؟ أيوة. فوق مستوى كل الاغراء الكبير. وبصوا زي ما حضرتك قلت على الأبدية. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، في ناس فاهمة إن ليه هم حفظوا من نار الأتون. يقول لك لأن المسيح تراءى ليهم. نعم. لكن الحقيقة الموضوع مش كده. أنا أحب كل المشاهدين ياخدوا بالهم الحكاية دي. النار اللي كانت جواهم على إلههم، النار اللي كانت جواهم في حبهم لإلههم، النار اللي جواهم في ثقتهم لإلههم، رغم التحدي والمستحيل اللي قدامهم، هي اللي كانت أقوى من النار اللي براهم في الأتون. نار الغيرة على إلههم. غيرة رب الجنود. نعم. هي اللي أطفأت النار وأحضرت واستحضرت الحضور الإلهي. هي التي استحضرت الحضور الإلهي فحفظوا حتى شعور رؤوسهم لم تحترق. شكرا يا رب. وثيابهم لم تشتم رائحة النار. هذه هي الحياة الأفضل. ربما ندخل إلى أتون محمى 7 أضعاف. وعلى فكرة دانيال كمان. نعم. جب الأسود. جب أسود مفترسة. نفس الموقع، الأشرار دخلوا فيه ماتوا، اتأكلوا، أكلتهم الأسود. هذه الحياة الأفضل، أن تكون هناك الأسود. نعم. أن يكون هناك الأتون، وما أعظم الأتون والأسود في هذه الأيام. نعم. لكن أرى أنه الحياة الأفضل هي أقوى قوة تستطيع أن ترفعنا وتجعل العالم يركع أمامنا ويعلن أن إلهنا هو الإله الحقيقي وحده. نعم. الذي يستطيع، الذي ينبغي أن الجميع يؤمنون به. وده اللي حصل. انا عايز اقول لك حاجه، اللي بيخش في الحياه الافضل بياخد حاجه اسمها الخط الاحمر. الريد لاين. نعم. ودانيال خد الخط الاحمر. عايز اقول لاخواتي المشاهدين، الخط الاحمر اللي خده دانيال ما خلوش دخل في موضوع الاتون. في سفر دانيال اصحاح 2 دانيال فسر الحلم، جاب الحلم وفسره للملك، وكانت النتيجه ان الملك نبوخذ نصر حصل له انه ركع وخر ساجدا لدانيال. علشان كده دانيال ما دخلش في مجموعة الفتية في الأتون. كان موجود. نعم. وما سجدش لتمثال الذهب. معايا حضرتك؟ نعم. ما سجدش. وقالوا له، وقالوا للملك ان دانيال ما سجدش. قال لهم دانيال ما يسجدش. ليه ما تسجدش يا دانيال؟ قال لك لان لو دانيال سجد لتمثال الذهب اللي انا عامله بايدي يبقى التمثال احسن مني. ودي من الناحية الروحية، حين يركع إبليس أمامنا لا نركع نحن لحياته الفضلة المزيفة، لا نركع لمشتهيات الأرض، ولا نركع لإغراءات العالم. علشان كده هذه قمة الحياة الأفضل، أن نكون في إعلان إلهي عظيم. الله النهاردة بيدير كل أخ وكل أخت بتسمعني وبتشوفنا، الموجود في مزمور 9، العدو تم خرابه إلى الأبد. هللويا. في حياتنا. وإذ رئيس هذا العالم تم خرابه، نحن نعيش السماء على الأرض. هذه هي الحياة الأفضل. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة كمان، الأفاضل دايما بنقول الأستاذ الفاضل أو الأخ الفاضل. نعم. أو الفاضل فلان. يعني بنديله توقير واحترام. الحقيقة دي جاية من الحق الكتابي اللي موجود في مزمور 16، القديسين والأفاضل. وهنا القديسين اللي تخلصوا، والافاضل اللي عاشوا الحياه الافضل. وكلمه الافضل اللي هم فضلوا، واخد بال حضرتك؟ ولما يقول ما احنا عندنا في التعبير الدارج في اللغه العربيه يقول لك ده اللي فاضل. يعني اللي باقي. نعم. عشان كده بيقول المسيح اعملوا لا للطعام البائد بل اعملوا للطعام الباقي للحياه الابديه.
فانا اللي عايز اقوله النهارده، انت كل اخ وكل اخت متاح لي تماما انه يعيش السما على الارض رغم كل التحديات اللي انت بتجتازها الان. انا ما اعرفش انت ظروفك ايه، لكن انا اعرف اخر الظروف الصعبه ما فيش اقوى من الاتون، ما فيش اقوى من جب الاسود، لكن نجح دانيال في الانقاذ وركع الملك امامه واعترف انه ليس هناك اله اخر يمكن ان ينقذ هكذا. عشان كده من يتكلم على اله شدرخ وميشخ وعبد النبو، وانا عايز اقول لك يا اللي هتعيش الحياه الافضل، انت الشخص اللي هيقول من يتكلم عن شخص المسيح يقطع بيته اربا اربا، يقطع اربا ويجعل بيته مزبله. عشان كده النهارده الله النهارده عايز يقول لك انا بحبك جدا، انا ما جيتش علشان انقذك من جهنم بس، لكن انا جيت عشان اديك حياه ابديه واديك كمان حياه افضل، وتغني معاه وتقول غفر خطياتي ومعي في غربتي وضمن ابديتي. واحنا هنقول لك ازاي كمان تقدر تعيش الحياه الافضل. امين يا دكتور. كم من اتون محمى سبعه اضعاف، كم من جب اسود الناس النهارده بتواجهه، لكن حضرتك بتحط تحدي غير عادي. نعم. انا اقدر في الاتون ايوه اشوف يسوع. نعم. حتى لو كان اتون. أيوة. بس ده راجع لقراري انا بختار ايه. نزل. راجع لاختياري وقراري. نعم. وعلى ضوء ده الله شايف قلبي وتوجه قلبي. ايوه انا هخضع ليه ولا هخضع لابليس زي ما حضرتك قلت. أيوة. نحذر جدا. أيوة. حتى اذا ركع امامنا بكل أيوة. مشتهيات وبكل ممالك وبكل امور مغريه الا ان نرتفع فوق. أيوة. كل اغراءاته. بالزبط. لانه الكذاب وابو الكذاب. نعم نعم. عشان كده انا اللي عايز اقوله، انا عايز تاني كلمه الخط الاحمر. نعم. كلنا محتاجين الخط الاحمر جدا. نعم. انا شخصيا متمتع بيه. نعم. وانا عايزك وعايز اقول لك كل حاجه انا بقولها لك بقولها للمشاهد، انا عايز اقول لك ان انا كل كلمه انا بقولها على الشاشه قدامك انا عايشها ومختبرها، عشان كده بشجعك انك تقدر تعيشها. أمين. ان هل ده ممكن؟ اه ده ممكن، انك في وسط النار تستطيع ان تتمتع بسلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع. عشان كده احنا النهارده بندعوكم انك تعيش حياه افضل حقيقيه وليست حياه افضل مزيفه. عشان كده في ايتين عايز كل واحد فيكم ياخد باله منهم، واحده موجوده في مزمور 30 عدد 1، وواحده موجوده في اشعياء 63 عدد 8. اذا سمحتي لي اطلع مزمور 30 عدد 1، بيقول الكتاب كده في ثلاث مقاطع: نشلتني شفيتني احييتني، نشلتني شفيتني احييتني، والمقطع الثاني اللي موجود في اشعياء 63:8 فككتني ورفعتني وحملتني كل الايام القديمه. المقطع الاولاني بتاع مزمور 30 بيديني الخلاص، والمقطع الثاني اللي هو الثلاثه بيديني الحياه الافضل، وهنقولهم دلوقتي مع بعض. رائع. يعني الست كلمات دول انا نفسي كل واحد فيك يتمكن منهم، وعزيزي المشاهد انا عايزك تتمكن من هذه الحقيقه. نشلتني شفيتني احييتني. نعم. وعلى فكره مزمور 16 اللي بيطلع القديسين الافاضل الذين هم في الارض في نفس الكلام. انا هقرا مزمور 16 بقى واطلع لك منه الست مقاطع دول. مزمور 16 بيقول كده: احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. واضح جدا أن ما فيش حاجة في قلبك غير حضور الله. وبعدين بيقول الكلمات ديت: القديسين الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم، تكسر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. شفتوا اللي بيدور على حياة أفضل أخرى. الرب نصيب قسماتي وكأسي أنت قابض قرعاتي، حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي. أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. جعلت الرب أمامي في كل حين. في كل حين الفتية الثلاثة حطوه كل حين، دانيال كان حاطه كل حين، يوسف اللي ما كانش الشريعة لسه وصلت له كان حاطط الرب في كل حين. وقال الكلمات ديت لزوجة فطيفار: ليس في هذا البيت أعظم مني،
لأني أحمل رؤى الله العظيمة. عشان كده هذا الرجل لقب بصفنات فحنيح، مخلص العالم. علشان كده خدوا بالكم، النهاردة الله عايز يدينا نتمكن من الحياة الأفضل، بأن إحنا نفهم أن إحنا مسيح ما جاش عشان يخلصنا بس، لكن جه خلصنا من الجهنم ومن الأرض كمان اللي إحنا فيها دي، نعيش السماء على الأرض. عشان كده بيقول كده كلمات: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. كل دي علامات الحياة الأفضل، لأنك لا تترك نفسي في الهاوية، لا تدع تقيك يرى فسادا. أنا عايز أرجع تاني لمزمور 30: نشلتني شفيتني أحييتني. نشلتني من طين الحمقى، من جب الخطية. شفيتني من الإنسان العتيق اللي بيدور على الحياة الأفضل الأرضية. أحييتني بالاقتران والالتصاق بيك، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. خلاص دخلت أنت في الحياة الأبدية، دخلت في الحياة الأفضل، تمكنت من المسيح باب الأبواب. عشان كده الباب الأولاني يخلص والباب الثاني يجلس عن يمين الآب. هو قال كده في أفسس 2: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. وفي رومية 5: الذي لنا به أيضا الدخول. يبقى في دخول أول، وبعد كده يقول الذي لنا به أيضا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. يبقى النهاردة هو خلصني وهو يخلصني كل يوم، بأن العتيق يبقى في حكم الموت 24 ساعة والجديد يخرج. وأقول مع الرسول بولس: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يبقى خلصني ويخلصني وسيخلصني يوما حين أكون معه إلى أبد الأبدين. أمين. عشان يا دكتور، حضرتك عايز تقول حاجة رائعة وأنا مبسوطة أنك أشرت ليها: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نعم. إذن في حاجة اسمها الإنسان العتيق. نعم. وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. نعم. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نعم. أنا مقترن بالمسيح. أيوة. يبقى أنا مرتفع عن كل ما بيحدث. نعم. من حواليا في العالم. أيوة. أنا ماليش أي علاقة بيه. أيوة. حتى لو كان ده منظومة. أيوة. العالم عاملها وأنا جزء من المنظومة. مزبوط. أنا عايش على الأرض، ولكن مزبوط. أنا عندي حدود. أيوة. أقدر أتحرك من خلالها. تمام. إنه في عتيق والعتيق صلب. نعم. والعتيق النهاردة ليس لي سلطان عليا، بيصلب كل يوم ويصلب كل يوم. وهنا التحدي يا دكتور. أيوة. تقصد إيه بيصلب كل يوم وكيف يصلب كل يوم؟ لأني في كل يوم تحديات جديدة. أيوة. وفي كل يوم حروب جديدة من متربص، هو يجول يلتمس من يبتلعه هو. تمام. أنا عايز أختصر موضوع الحرب الروحية اللي نعم. ممكن يكتب يعني بنقرأ في كتب. yeah. وبياخد وقت كتير قوي في التعليم. نعم. هو في كلمتين صغيرين: إما الحرب تبقى بينك وبين إبليس على نفسك، يبقى الحرب على أرضك أنت الخسران، يا إما الحرب بينك وبين إبليس على النفوس، على أرضه وإنت اللي بتمتلك النفوس. بمعنى يا دكتور؟ بمعنى أنك أنت لو حسمت الحرب، حسمت قضيتك مع إبليس، أنت هتعيش في نصرة دائمة 24 ساعة. لأنك أنت النهاردة أصبحت شخص متحرر تماما، بتقول مع بولس: الأشياء العتيقة قد مضت، مع أن هي بتمضي كل يوم. أن أنت في إماتة مستمرة. عشان كده هو قال في كورنثوس الأولى 15 كلمتين: قال أموت كل يوم وأخاطر كل ساعة. معايا حضرتك؟ نعم. فأنا عايز أقول عمل الروح القدس ده الدور. يبقى أنا بتمكن من الحياة الأفضل حينما أجعل الروح القدس، الله اقنوم الله الروح القدس فيا، يهيمن ويسيطر على حياتي. فبعيش وأنا في العالم في مملكة الروح، وأنا في العالم أعيش في هذا الحضور الإلهي. والكتاب المقدس في كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني يقول: الإنسان الروح يحكم في كل شيء. نعم. ولا يحكم فيه من أحد. نعم. أنا النهاردة ما عنديش مشكلة، أنا هوصل لوضع فيه أنا لا يمكن أن أنا أبتدي أصارع من أجل أمور أرضية، لأني أنا في مملكة روحية تمتعت بالقوة الإلهية، أعيش في العالم أجذب الآخرين للمسيح. يعني يا إما قصتي مع إبليس تاخد مزمور 9: العدو تم خرابه إلى الأبد،
وده ما يجيش إلا إذا خدت مزمور 93، الرب قد ملك. وهنا كل الموضوع، هنا فيصل الأمور، الرب قد ملك، الرب قد ملك، هنا سور الحماية. وبعدين على فكرة حضرتك، ثمار الحياة الأفضل نلاقيها في حقين. الحق الأولاني موجود في ممارسة الميراث على الأرض. أنا عايز أقول لكم، إحنا كلنا، كل مسيح العالم حافظين أبانا الذي، أعتقد كده يعني، كما في السماء كذلك على الأرض. الكلمات دي حقيقة واقعة الناس مش مصدقاها، لكن كما في السماء كذلك على الأرض، يعني في سماء على الأرض وفي سماء فوق. بس على فكرة اللي حصل مش السماء الأرض اللي طلعت فوق، ده السماء اللي فوق نزلت لنا تحت. لما جه المسيح للعالم، السماء، ما هي معنى السماء؟ السماء هي مكان حضور الله، الجحيم والمكان الذي لا يوجد فيها الله. فأي مكان أنت موجود فيه ما فيهوش الله أنت في الجحيم، أنت في مكان في حضور الله أنت في السماء، ما فيش وسط. لكن في المكان اللي في حضور الله، مش كفاية أن يكون في حضور الله، لكن لازم يكون في اقتران بالحضور الإلهي، اقتران بالحضور الإلهي. مش يكون في الحضور الإلهي أنت موجود، لأنك لو في الحضور الإلهي بتبقى حاسس بالأمان فترة الحضور، بعد كده أنت بتبقى فاصل، لأنك أنت بتحب العالم، لأن روح العالم فيك. عشان كده بولس قال كلمات خطيرة جدا، قال كلمات محددة جدا، في سفيرة بتتكسر بيه العالم النهاردة، زي سفينة بولس. نعم، العالم النهاردة كل اللي حوالينا أشرار، في ناس كتير أشرار حوالينا، كله مقيد بقيود. السفينة بتاعت بولس كانت سفينة ناس مقيدة بقيود، رايحة روما تتحاكم. فده العالم، ناس مقيدة بقيود، سفينة بتتكسر، وبولس في وسطيهم مقيد. لكن هذه القيود، في اللي هو قال أنا سفير في سلاسل قيود. نعم. واخدين بالكم؟ مش قد ما بتربطوش، بتربطوا جسدية لكن مش بتربطوش روحيا. عشان كده وقف بي ملاك الإله الذي أنا له، وبعدين والذي أعبده. وانا النهارده عايز اقول لك، احنا عايزين نعيش نملكه على حياتنا قبل ما نعبده. وده المهم قوي يا دكتور. يمكن ارجع ناخد اتصال سريع وارجع لحضرتك. اتفضلي. املكه، ان اكون ملكا ليه. ما اتمتعش بمحضره وبعد شويه يتوقف على وجودي، ان كنت في كنيسه او في اجتماع، وانفصل كليا واروح للعالم واعيش وسط العالم وفقط اتمتع بحضور وقتي، وليس ملك عليا. هل تسمح لي اخد اتصال من مصر ونرجع؟ قبل الاتصال بلحظه واحده، انا بس عايز اقول منظومه سريعه علشان اللي بيتصل ممكن يغير رايه في السؤال. اتفضل. ان انا الحياه الافضل تبدا حينما اعيش التبعيه. في لوقا 14:25 قال ان اراد احد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. رائع. نتيجه التبعيه اعلان الملوكيه، مزمور 93، الرب قد ملك. هللويا. الرب قد ملك، يبقى العتيق في حكم الموت ويخرج الجديد. النتيجه اخذ مزمور 9، العدو تم خرابه الى الابد. العدو تم خرابه إلى الأبد، عيني تتفتح على اللي في المسيح. نعم. لأن إبليس الخداع الكذاب المضل مش موجود في حياتي. فأدور على حقي في المسيح، ألاقيه في أشعياء 54. يرجع يقول كده، أنت بتاع التبعية، أنت تلميذه، يقول وكل بنيك تلاميذ الرب. وسلام بنيك كثيرا. يبقى دخلت. هللويا. أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. أمثال 1 العدد الأخير. الناتج من دوت إن عيني تلفت على ميراثي في المسيح. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. ده الناتج. نعم. النتيجة انك مدام انت وصلت لمرحلة دي، بتمارس الميراث على الارض، السماء على الارض. احنا بنمارس الميراث بتاعنا في السماء على الارض، والمنتج بتاعها بنطلعه فوق. الكلام ده انا بقوله كتير قوي. المنتج اللي موجود في دانيال الاصحاح الاخير، الفاهمون يضؤون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. إذن الحياة الأفضل هي الحياة الأبدية، إن أنا أعيش مخلص، وإن أنا أعيش منتصر في هذا العالم، وإن أنا أجيب نفوس في هذا العالم من خلال ممارستي لميراث عظيم. وتعالى أوريك صورتين من مميزات المنتج الأخير ده. أول واحدة اللي هي موجودة في أرميا 15:11، قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر ووقت الضيق. دي الحياة الأفضل. والأمر الثاني، أرميا 17:8، المحصلة النهائية للحياة والحياة الأفضل، في وقت القحط لا يخاف ولا يكف عن الإثمار. رائع جدا يا دكتور. أستأذن حضرتك ناخد بعض الاتصالات. أخي نادر من مصر، أهلا وسهلا بيك دكتور نادر. أهلا بيك دكتور نادر، حضرتك معانا على الهواء.
بس لعملية القيمة دي عمليا بتتم ازاي؟ يعني ايه اللي بنعمله عشان القيمة دي تتنقل على ما تتلعب؟ تمام، رائع، سؤال جميل. انا فهمته. لا دكتور نادر، الخط بيقطع، لكن محتاجين نسمعك. سؤال رائع، نعمل ايه في جزئية الإماتة؟ نعم اتفضل. بالنسبة في عالم مش فيهم عالم روحي. تمام، نطبق الميد العالم الروحي لازم نمر الصلب. تمام، عشان نعيش الحياة الأفضل دي. How come بقى؟ يعني ده عمليا بيتم بس كده. شكرا دكتور نادر. دكتور رضا هيرد عليك. شكرا جدا على اتصالك واهتمامك. انا عارفه الفجر في مصر، لكن سؤال غالي، ويمكن سؤال ناس كتير مش قادره تتواصل معانا. شكرا جدا لانك اثرت هذا الامر، امر خطير يا دكتور. ماذا عن عمليه هو الاماته؟ السؤال بتاع الاخ نادر واضح جدا. نعم. وبيتكلم بيقول الكلام ده، يعني احنا موافقين عليه، بس كيف يمارس عمليا؟ الحقيقه ممارسته سهله جدا جدا جدا. حينما أتمكن من فهم كلمة الله، المسيح قال عن نفسه في سفر الجامعة: أنا الحكمة أسكن الذكاء. نعم، أسكن الذكاء. والكتاب يقول: ألستم تعلمون أنكم أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. نعم. إذن النهاردة الله كلي الحكمة، كلي الحكمة هيسكن فيك يا نادر، هيسكن فيك. إمتى؟ لما بتعلن أنت قبولك ليه. يقول الكتاب المقدس الكلمات ديت: واما الذين اما كل الذين قبلوه، كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. كيف يمكن ان تعيش الحياه الافضل؟ هي الحقيقه بولس الرسول فتح الخط وقال كده. بولس كان في صراع بين العالم الارضي وبين العالم الروحي. بولس كان في صراع بين الجسد والروح، وقال الكلمات دي. قال: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ جسد هذا الموت اللي هو عايز العالم، اللي عايز الشهوة، اللي عايز الأمور الأرضية. أريد أن أفعل الحسنى، أنا عايز أعيش الحياة الأفضل، وأجد الشر حاضر، أجد الشر حاضر عندي. نعم. طب أنا أعمل إيه؟ ما عادش يغنيها كتير، ما عادش يقولها كتير، لكن حسم الأمر ودخل على غلاطية 22. في غلاطية 22 قال الطريق، قال الواي، قال: مع المسيح صلبته. لا أحيا. ولما أقول مع المسيح صلبته، دي مش هتاخده يتصلب عند الجلجوسة، لأن صليب الجلجوسة لا يصلب أحد معه فيه. لكن مع المسيح صلبته، أن أنا خضعت للإعلان الإلهي اللي جه في لوقا 14:25: إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. يبقى أول حاجة إن أنا بعد ما بآمن بيه بسلم نفسي للروح القدس، وأقول له: يا روح الله، بكل قلبك، بكل قلبك، مش من قلبك. أنا ما بحبش كلمة من قلبي، من قلبي كل القلب، من قلبي. يعني النهاردة أنا من قلبي فاتح باب من باب قلبي، لكن في بابين تاني ليا. لا، أنا بكل قلبي. ها، وأقول له: تعالى أنت أملك عليا في اسم يسوع، تعالى أنت سيطر عليا. عشان كده النتيجة: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح. هي القصة يا نادر. أنا طول ما أنا موجود أنا في مشكلة، فالقصة لازم تتشطب. وكلمة أنا تتشطب إزاي؟ بمنتهى السهولة، سهلة جدا. بيتنزع عنك حاجة اسمها الألف لام، آل التعريف. بدل ما تبقى الإنسان نادر، هتبقى إنسان نادر، إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. هيدي لك الحق ده لما امتى تقول مع بولس: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان. ولما أجي عند الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني، يبقى دخلت في إيمان الإخلاء بتاع فيليب 2:6. نعم. اللي هو: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة العبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى غلاطية 22 بولس بيتكلم فيه، يقول: إيمان ابن الله. يبقى أنا النهاردة هجهز نفسي للروح القدس عشان يعمل فيها حاجتين يا نادر.
انا اتولدت انسان، انا اتولدت ناس، انا اتولدت انسان ليا حقوق الانسان، انا اتولدت ناس ليا طبايع الناس. لكن هيحصل ايه بقى؟ هسيب الروح القدس يهيمن على التركيبه بتاعتي. امين. انا ناس، الناس مولوده بالخطيه، الناس فيها خطيه توديها الجحيم، خطيه موروثه من ابونا ادم. طيب والهيئه كانسان وبعدين انسان فيا العتيق، انسان فيا العتيق، يبقى التركيبه بتاعتي وحشه قوي. ناس فيا خطيه هتوديني جهنم، وانسان فيا طبيعه الذات والانانيه والشهوه اللي هو العتيق. طب الحل، هخضع للروح القدس. هخضع للروح القدس. هيعمل ايه الروح القدس بقى؟ دم يسوع المسيح ابنه بيطهر من كل ايه؟ خطيه. يبقى الكلمه الخطيه خلصنا منها، بقيت انا مطهر بدم المسيح، اسمي يظهر في سفر الحياه، لان في موته صار ليا فداء وفي قيامته صار ليا تبرير. الامر الثاني في شبه الناس، واخدين بالكم؟ دي خلاص، بقيت انا ما بقتش ناس، بقيت في شبه الناس، اديني بتجهز علشان اخش في دائره الايه؟ الحياه الافضل. الامر الثاني في الهيئه كانسان، العتيق اللي فيا هيخضع لعمل الروح القدس، هيقبض على العتيق اللي فيا ويخرج الجديد، يخرج الجديد. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا نادر، ممكن لغايه كده ارجع في كلامي تاني، قعد متعزي يومين عايش في ارتفاع وبعد كده اجيب تحت مرشدير تاني. طب الحل ايه اللي يضمن ليا ان انا اعيش في النصره دائما وعلى طول عمر نادر يعيش في شبه الناس وفي الهيئه كانسان، في شبه الناس وفي الهيئه كانسان؟ يبقى على طول دول الجناحين اللي بيطير بيهم في الحياه الافضل، في السماء على الارض، اللي الاتون ما يخوفوش والاسود ما تخوفوش. اذا كان بتوع العهد القديم نجحوا في ده، يبقى احنا اللي هم كان الروح القدس يحل ويفارق ما ينجحش مع نادر اللي هو روح الله ساكن فيه ومالك عليه. طيب ايه اللي يضمن؟ الحقيقه بولس الرسول قال كلمه في عدد غلاطيا 2:21، قال لست ابطل نعمه الله، لست ابطل. اتاري المفتاح اللي يضمن سلامتك من التغيير وانك تجيب شويه فوق شويه تحت، انك تمارس شموليه النعمه. ولما اقول امارس شموليه النعمه يعني اعيش الفهم الكامل، كلمه الفهم. عشان كده خدوا بالكم، هو الحكمه هيسكن الذكاء، ويسكن الذكاء بايه؟ بان انا اقترن بيه، اقترب بي واصير روحا واحده. وهديك ايه يا نادر موجوده في سفر الامثال اصحاح 24 وعلى ما اعتقد عدد 2 أو 3، بتقول بالحكمه يبنى البيت. نعم. وبالفهم يثبت، وبالمعرفه تمتلئ المخادع من كل ايه؟ امور نفيسه. انا عايز اقول لك انت كده بتتمكن من شموليه النعمه، واخدين بالكم؟ واخد بالك يا نادر؟ عشان كده انا عايز اقولك لغايه كده برضو مش عايز الحته تفلت منك، انا عايزك تتمكن من الحته دي. يبقى لست ابطل نعمه الله، يبقى انت لازم تعيش الخلاص كامل، مش خلاص ناقص. اوكي. عشان كده اكمل معاه ولا امين؟ لا خلينا ناخد بعض الصلاه، رائع جدا، بس أمين. مش محتاجه ان احنا نقطع موضوع شموليه النعمه. عايزه حضرتك اسالك فيه تدينا باستفاضه، انا عارفه حاطط كميه بنود اكتر من رائعه. أمين. خلينا ناخد اتصالات سريعه. أمين. اخي سمير فيرجينيا، اهلا وسهلا بيك، سامحونا حبايبي على الانتظار. اخي سمير استاذن حضرتك بس تخفض صوت التلفزيون. اتفضل. اهلا يا دكتور رضا، ربنا يبارك ويستخدمك، وانا مبسوط من الحلقه، انا مستمتع استمتاع غير عادي. لكن انا عايز اقول نقطه صغيره، ازاي اعيش بيها الحياه الافضل؟ الخصها في ايه خطيره جدا 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 موجوده في رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل كورنثوس اصحاح 5 اخر عدد، عدد 21. ازاي اعيش الحياه الافضل؟ مش الحياة ان انا اقع واقوم، مش الحياة ان انا لا تشمت بي عدواتي لاني ان سقطت اقوم، وان الصديق يقع 7 مرات ويقوم. القصة مش كده، القصة بعد ما جه المسيح وصعد والروح القدس ساكن فينا ومالك على حياتنا، نقدر نقول مع الرسول بولس لانه جعل الذي لم يعرف خطية، بيتكلم عن الرب يسوع، خطية يعني ذبيحة خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. نعم. الحياة الأفضل إن أنا مش متبررين مجانا بنعمة البداية بس إن أنا متبرر، لا ده أنا بقيت بر الله. يعني الكلام ده مش كبرياء، دي حقنا في المسيح. نعم. إن إحنا بقينا بره،
مش متبررين هللويا. بس نعم. احنا بقينا بر الله، يعني اخذنا بره. ونرجع للكلمات اللي الرب قالها في صلاته قبل ما الشفعيه في انجيل يوحنا صح 17، بيقول لله الاب: وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. تخيل حضرتك، الرب بيديني انا السمير التعبان، اداني المجد اللي الله الاب اداهوله. بيقول كتاب: ليكون واحدا كما اننا نحن واحد. نعم. احنا بقينا بر الله. نعم. احنا متبررين بالنعمه، احنا بقينا بر الله لان هو عمل كل حاجه على الصليب وقد اكمل. نعم. انا في الحاله دي اقدر اعيش الحياه الافضل، مش طول النهار ان انا عايش بحاول، مش طول النهار بقع واقوم، مش طول النهار ان انا بحاول يوم اعيش للرب يوم مش قادر. لا. نعم. ده انا لما اعرف ان المجد اللي الله الاب اداه لله الابن اداهولي انا، انا عايز ايه تاني؟ ما لازم اعيش هنا الحياه الافضل. نعم. لما انا اعرف ان انا بر الله، تخيلي واحد اداني كل بره. نعم. انا عايز ايه تاني في الدنيا؟ نعم. نعمه غنيه يا اخي سمير. لا اولاد ولا فلوس ولا دنيا ولا. نعم. حياه ولا ليه؟ انا اي خطيه ممكن تشنكني، لكن لما انا اعرف ان انا بره، وان انا اعرف ان انا واخد المجد بتاعه، وان انا اعرف انا فيه وهو فيا. تخيل العلاقه اللي بينه وبينه ايه؟ هو فيا. نعم. وانا فيه. نعم. شماله تحت راسي، يمينه تعانقني. نعم. ففي الحاله دي هقدر استمتع بالحياه الافضل. هللويا. حكايه ان انا بعمل شويه طقوس عشان اعيش. نعم. وعشان ربنا يرضى عليا، ولا احط قرشين عشان يعني عايز ربنا بقى يغفر لي. القصه مش كده، القصه حبه سباني ودخل. نعم. جوايا وبقيت مستمتع بيه، وبره غطاني، وانا بقيت بره وهو عايش فيا وانا عايش فيه. فبالتالي النتيجه ان انا اقدر اعيش الحياه الافضل اللي الدكتور رضا. نعم. بيتكلم عليها. انا حيعرف أخي سمير، شكرا شكرا شكرا. كلمات فعلا مملحة بملح، كلمات أكتر من رائعة. يقين يقين وتأكيد ثابت جدا، بتتكلم عن شيء عايشه وفي نفس الوقت واثق منه. شكرا جدا جدا لاتصالك والإضافة الجميلة اللي بالفعل أسرت الحلقة. معنا اتصال آخر من أختي في ريال لندن. أهلا بيك يا حبيبتي. ألو أخت ميرفت. أهلا بيك يا أختي في ريال. معكم مع الدكتور رضا. ألو. أهلا بيكي حبيبتي، إحنا سمعينك. أهلا بيكي أخت ميرفت. الحياة الأفضل أقدر أختصرها ببعض السطور اللي أعطاها لي الرب يسوع المسيح بعد ما اتخذتني رب وإله ومخلص على حياتي. الحياة الأفضل هي يقين الخلاص والحياة الأبدية. نعم. مسيحي رفعني إلى السمو والقداسة والبر، وغير حياتي للأفضل. مسيحي. نعم. علمني كيف أعيش مع الله وكيف أكون علاقة معه. مسيحي علمني كيف أعيش وأقبل الآخرين وأحب الجميع وأحب حتى الأعداء وأغفر وأسالم الجميع. مسيحي أعطاني الفرح والسلام والحب والحماية والأمان. ماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ أصبح مسيحي كل شيء في العالم في حياتي، وكل شيء في العالم أصبح نفاية بالنسبة لي، لأن مسيحي هو شبعي ونفايتي ونصيبي في هذا العالم الفاني. علمني. نعم. شريعة الحب. هذا مسيحي اللي أعطاني الحياة الأفضل، لا الغنى ولا المال ولا أي شيء على هذا الأرض اللي هي أرض فانية. نعم. تصلح لأن نتمتع بها وتعطينا الحياة الأفضل. المسيح هو الحياة، والمسيح. هللويا. هو الحياة الأفضل. نشكر هذا الإله. نعم. وهذا المخلص والحبيب. أمين أختي فريال. أخت ميرفت، الرب يباركك. ويباركك يا حبيبتي ويباركك. كلمات جميلة لحياة معاشة. حلو لما الإنسان يعبر عن اللي عايشه باليقين والثقة دي، إنه مصدق مين يقدر يديه حياة أبدية. وهل في وسط كل اللي بنعيشه دي ناس عايشة معانا في نفس هذا العالم، ولكن اختبرت الحياة الأفضل بمعناها الحقيقي وعاشت بمصدر الحياة، مش عرفته وعرفت عنه وهو واقف بعيد، لكن عاشته وملكها وملكته في قلبها، عشان كده بتتكلم باليقين ده. خلينا ناخد اتصال اخر. اخي سيدور، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. اهلا بيك اخي العزيز. مساء الخير.
خير يا أختي، مساء الخير يا أخي المحترم. أهلا بك. هلبت مرة بسمع برامجكم كتير يعني، بالأسبوع مرة برامج الأخ صامويل. أنا أختي يعني كلامكم 100% جوها. بدي أنا أشتكي شكوى، كيف أنا مسيحي ما بحب المسيحيين المصر؟ كيف أنا مسيحي ما بحب المسيحيين السودان أو بلبنان أو بأي بلد آخر؟ نعم. نحن سيدنا مسيحي الحب بعضكم بعض. طبعا. حتى باركوا اللي أبي يلعنونا. طبعا. حتى اللي أبي يفهضونا. نصلوا لأجلهم. نعم. بس أنا عم بشوف يا أختي مع كل احترام لبعض رجال الدين حاطين صليبك على رقبتهم، وبدي خليك تستغرب تقول لي الله صار كده؟ الإنجيل بإيده، بس لأنه بكره أصله بيقول حضارة، يعني مع احترام أنا ما بدي ما أتكلم بقصة الحضارات، لا 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 لا، قصة الإهانة. إذا أنا ما بحترمكم ما بحبكم أنا ماني مسيحي صحيح. ممكن إنسان مين ما يكون، حتى عدوي لازم أحب وأحترمه. نعم. بيقول واحد قس رجل ديني بالكنيسة الكلدان، بيقول أنا حضارة العراقية القديمة كلها عربية، مو عام علي يا بنتي. حضارة المصرية هي مصر. أخي. أنا أخواني الإسلام في مصر لازم نحب أخواني المسيحيين في مصر. أخي العزيز. لأنهم حضاريين القدماء. أرجوكي ما تطعني وأنا راح أخلص، أرجوكي. اتفضل. يعني نحن نأخذ وجه مع الأكاذيب والصالحين، الأكاذيب نحترمهم والصالحين كمان نحترمهم. أرجوكم ابتعدوا من هيك الأشرار. لازم أني أحب كل مسيحي وحتى عدوي، هكذا علمني رب الأرباب يسوع المسيح، وشكرا. شكرا ليك أخي العزيز، أنا بتفق مع بعض اللي بتقوله. طبعا ما فيش شك إنه عندنا دستور ومبادئ بتحد العلاقات مع الناس، مش بس مع أخويا المسيحي، مع كل اللي بيحيط بيا في منظومة أنا بتبعها، وإحنا عمالين نقول إزاي نعيش الحياة الأفضل، منها العلاقات بالآخرين. لو ما عنديش محبة عندي إيه بقدمه؟ إحنا بنقول إزاي نختبر الحياة الأفضل، إزاي نعيشها، نتمتع بيها، نختبرها، مش بس نختبرها، نخبر عنها وندعو الناس ليها. ما عنديش محبة هدعوهم لإيه؟ لا طبعا، الحب للجميع، واللي ما بيعرفش يحب لازم يعيد حساباته ويعرف أي تعليم ممكن يكون بيتبعها. معنا اتصال آخر من أخي الدكتور، دكتور عزيز. أهلا وسهلا بيك دكتور عزيز. أهلاً. نيجيرسي. أهلا يا دكتور، أهلا بيك. أهلا سلام الرب أخت ميرفت، وإزاي حضرتك دكتور رضا، ربنا يباركك. اختصارا عشان وقتكم، فضل. في عنوان الحياة الأفضل وكيف نحياها، الرب جاوب على السؤال ده في الآية اللي قال فيها أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. قبل ما يقول الآية دي هو رد أو جاوب على السؤال ده لما قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يحصل معه ثلاث حاجات. رقم واحد يخلص، ودي أول حاجة في الحياة الأفضل. رقم اثنين يدخل ويخرج. رقم ثلاثة يجد مرعى. رقم واحد يخلص، دي الحياة الأفضل، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، لكن الخطوة الثانية عشان نعيش الحياة الأفضل حتى كمؤمنين اللي هي يدخل ويخرج. قبل ما أعرف الرب، قبل ما نال خلاص، كان دخولي وخروجي بمزاجي، لكن بعد ما عرفت الرب دخولي وخروجي بقى حسب مشيئة الرب، خطة الرب حطها من أجل إن أنا أعيش مجده. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعلها لكي نسلك فيها. ورقم ثلاثة يجد مرعى. الحقيقة أنا بقول إن كتير قوي من الناس بتضيع الحياة الأفضل، يمكن عشان بتضيع رقم واحد وبترفض الخلاص. لكن حتى أحيانا كمؤمنين ممكن أكتفي برقم واحد الخلاص، لكن علشان المرعى رقم ثلاثة أضيع رقم اثنين. أقول يا رب كفاية الخلاص وكفاية تذكرة السماء، لكن أنا في احتياجات، في أولاد، في أسرة، في شهوة التعظم إن أعيش حتى لو مؤمن. نعم. وعلى أساسه أنا مش بعيش حياة أفضل من خلال إن أنا أعيش مشيئة ربنا في حياتي، وبدخل علشان أفتح بيزنس، أخرج عشان أدرس. ده مش غلط، لكن الغلط إن أنا بدخل وبخرج خارج مشيئة ربنا. نعم. الرب عمل مقابلة سريعا بينه وبين السارق، اللي هو قال إن السارق لا يأتي إلا برضو ثلاث حاجات. رقم واحد يسرق،
رقم 2 يذبح، رقم 3 يهلك. وإذا كانت رقم 3 في الثلاثية اللي قالها الرب يجد مرعى، فالصارخ بيبتدي برقم 3 مش رقم 1 اللي هي يخلص. مفيش حد يسرقه عدو الخير إلا من خلال حتة المرعى، الشهوة، الاحتياج. يقول له هتلاقي احتياجك معايا، هتلاقي الفلوس معايا، وعن طريق ده بيسرقه، يبتدي بيه بالمرعى اللي الرب وعد لينا بيه عن طريق الخلاص وعن طريق الدخول والخروج. ومش بس المرعى ان يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه المال، لكن الى مرعى خضر يوردني، الى مياه الراحه يردني. لكن مش بس يسرق لكن يذبح. وعلشان حد او حيوان يتذبح لازم يقيد ويكتف. فرقم واحد اللي بيعمله الشيطان بيسرق عن طريق المرعى او الشهوه، بعد كده بيكتف، بيقيد بالاحتيال ده، بيقيد بالشهوه دي، بيقيد بمحبه المال، ويوصله رقم 3 اللي هي يهلك. مقابله يعني على النقيض ما بين الرب اللي بيبتدي بالخلاص، خطه بنعيش في مشيئته، والنتيجه ان احنا بنبقى في رعايه الرب روحيا وحياتيا، وما بين السارق اللي بيبتدي بالمرعى عشان يسرقني او يسرق كل شخص بعيد عن الرب، وبعد كده يكتفه وبعد كده يهلكه. فاعتقد ان دي مقابله واضحه جدا، وهو ده الإجابة عن الحياة الأفضل وكيف نحيا. أمين أمين أمين. شكرا جدا جدا للإضافة الرائعة دكتور عزيز. وأمين، شاورت على حاجة حلوة عجبتني. أكيد الله يدينا الاستنارة الروحية والحس الروحي المرهف اللي يميز ويفهم أساليب إبليس الملتوية اللي من خلالها يدخل لحياتي ويفسدها بالكامل. شكرا جدا ليك دكتور عزيز. معنا اتصال من أختي بنت الرب من أستراليا. أهلا وسهلا. سلام المسيح. سلام المسيح معاكي حبيبتي، اهلا بيكي. ربي يباركك اختي، ربي يحفظك يحميك انت والاخ موجود معاكي. ويباركك حبيبتي. انا اختباري بس اختصره، عشان انا كنت مع ما كنت بعرف الرب. انا كنت في العالم وانا مش خجلانه من هذا الشيء. انا كنت بسكر وبخمره وبشرب سجاير، لان انا تربيت في شباب 7 اخوان. فشو كانوا بيعملوا انا كنت بعمل معهم. ما في شيء ما عملت، بس شيء واحد الرب حفظ علي، حفظ على جسدي. فأنا أشكر الرب. فلما تجوزت صار عندي بنت، أخويا جابني على الرب، قال لي تعالي شوفي الرب قديش حلو. كان سنة الثمانينات لما إجا أخ نجيب لك. فأنا قابلت الرب. أول ما اديت حياتي للرب بنتي ماتت. قلت له لأخويا يا أخي مين هذا إلهك؟ هذا يقتل، أنا ما أحب هذا إلهك، روح. أنا تركته وتركت الرب، وكنت بكره اسم واحد من يقول اسم الرب، أنا ما كنت بحبه، ما كنت بعرف، كنت بالإيمان صغيرة، بعدني طفلة صغيرة بالإيمان. فسافرت لأثينا، الأثينا شفت هناك ما خلت شيء ما عملت. بعدين قابلت مع الأخ مبارك حليم حسب الله، هو قال لي كلام واحد كان دا يقرأ عن إنجيل لوقا. قال أنت جاي بالكنيسة وما قال تسمع، قال تسمعي، قال تسمعي كلام ربنا وبتاخدي سموم. فالله شاهد، أنا لما بذكر هذا الشيء وأنا دلوقتي مريضة، أنا أمام التلفزيون نايمة لأن كتير فلو عندي. لما قال هيك حسيت نفسي أنا عريانة، الناس كلها بتطلع علي. قلت له كيف عرف هذا؟ وهذا مين عرف أنا باخد سجاير وبشرب خمرة؟ ما استحيت، رحت قلت له لا، صوت جواي الروحي روحي. رحت كلمت معاه، قال لي شوفي انسان لما يقبل تصحيح هو يتعلم. قلت له انا يا ريت صححني. فطلبته في بيتنا، اجى بيتنا anyway، ما اقول لك شيء. فقلت له انا كم مره صرت حامل وسقط طفل مني. قام صلى لي، ورا ما صلى هاي كانت 97 كنا باثينا، رجع وراها بشهر انا صرت حامل. ونفس الوقت انا تركت السيجاير، تركت الخمر، تركت كل الاشياء. شكرا يا رب، شكرا يا رب. وصلني على استراليا. لما وصلت على استراليا صرت حامل مرت اللوخ. دكاتره قالوا لي في بطنك ولد. قلت له باسم يسوع انا الرب يقدر يغير الولد على الطفل. قلت له يا رب اللي سنين اكلها جرات مني انت تتعوض لي. كنا بتخاف، كان اكو مصري دكتور مصري اللي كنت بروح على سبيشالست، قال لي مش بكيفك. قلت له شوف مش بكيفك ولا بكيفي، بكيف اللي خلق، هو ما زرع هو يرتبه. فاجتي بنت، فنشكر الرب. وبعدين صار عندي سرطان والرب شفاني.
وصار عندي انفجار بالسيارة بالعربية وصلت بنتي ورجعت. أنا بقول هذا اختباري عشان في أشخاص يجوز بعيدين عن الرب. نعم. يجوز ما بيعرف الرب، عشان بيعرفوا ربنا يسوع المسيح هو إله صالح، هو أمين، هو إله دانيال ويعقوب اليوم إلهنا هو. نعم. وين منكم نصرخ إلى هو بيجينا؟ أنا هون قاعدة بالفراش على السرير أنا فلو، وأنا بأمن به هو اللي يشفيني في اسم يسوع. كلش إذن هو هذا ربنا إلهنا. أنا بحكي لك شيء عشان في أشخاص يجوز بدايتهم للإيمان. نعم. بعدين يصير أي عطر بيهم يرجعوا من أب. راح أقول لهم لا، تمسكوا بالرب، تمسكوا إلى المنتظرين الرب ينالوا له قوة. هللويا. كل شيء أستطيع في المسيح الذي يقويني. نعم. أنا إلهي إلهي حي، إله شافي، إله مستحق كل الشكر. هللويا. هللويا. أنا ما بعرف طولت عليكم. لا بالعكس بالعكس، بس كان أكتر من رائع، مش بس اختبار لشفاء حياة وجسد، لكن كمان حياة ونقلة من الموت للحياة بحياة أبدية وتغيير حياة للمنتهى. مش فقط خلصتي من بعض الحاجات اللي كنت بتاخديها أو الإدمانات أو الأمور اللي دخلتي فيها، لكن كمان شفاء بالكامل من العادات ومن الأسلوب ومن الخطية ومن الشك ومن كل حاجة. ونهاردة خليقة جديدة، وأمين حسب إيمانك يقول لك ناس النهاردة تكون بتسمعك وفي اسم يسوع باختبارك تنال حياة وتتغير حياتها. شكرا جدا لاتصالك أختي الغالية. معنا اتصال آخر، أخي أبو مهند من الأردن، اتفضل. صباح الخير. صباح النور، أهلا بيك. محبتي لكم الأخت ميربط وضيفها الكريم. شكرا لك أخي الغالي، اتفضل. حكمة قال عش وكأن المسيح مات البارحة وقام هذا الصباح. نعم. واليوم سيرجع ثانية. يا رب يا رب، بالغداء تسمع صوتي، بالغداء أوجه صلاتي نحوك وأنتظر، وردت في مزمور 5:3. أبدأ يومي في الصلاة، عندها تتفتح منافذ النهار وتملأ ساعاته بالبركات الروحية التي لا تعد. لقد وعدت الرب أن أستيقظ كل صباح وأصرف بعض الوقت بالصلاة وأجاهد كي أدرب نفسي على التواضع والوداعة والصبر وطول الأناة، وأشهد لإسمه العظيم وأكون بركة للآخرين حتى غيري يعرف من هو المسيح ويعرف أنه بحاجة إليه كمخلص. بعدها أقرأ بعض الفصول من الكتاب المقدس لأزرع في داخلي نكران الذات وألقي بنفسي في أحضان الرب لأكون سجين محبته الأبدية. رائع أخي أبو مهند، جميل قوي، جميل مشاركتك الرائعة، كيف أبدأ يومي مع الله. شكرا جدا لاتصالك وللمشاركة الرائعة ديت. أخي الشيخ صفوت، أهلا بيك، أهلا وسهلا. النعمة والسلام، ربي يباركك يا أختي ويبارك حضرتك. أهلا بيك ويبارك جناب القسيس رضا، الدكتور القس رضا، ربي يباركك ويبارك حضرتك. أنا ليا رأي كما رحمه الله في هذه الآية. اتفضل. اللي بتقول قد أتيت لتكون لكم حياة. نعم. وليكون لكم أفضل. أعتقد إن ده مستويين. إحنا إيماننا بالرب يسوع يعطينا حياة أبدية. نعم. أما الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. نعم. لكن ليكون لنا أفضل إننا مش يكون روح الله ماكس معنا فقط، لكن يكون روح الله في داخلنا. روح الله يمتلكنا. نعم. روح الله يسكن فينا. فالأفضل أن ربنا يكرمنا زي ال 120 النحو 120 اسم. الرب ظهر بال 500، لكن نحو 120 اسم بس اللي أطاعوا ومكسوا في العلية، دول اللي خدوا حياة وبقى ليهم أفضل حياة وأفضل، ودول اللي
اللي ربنا اكرمهم وفتنوا المسكونه. نعم. وهم اللي جلبوا الكثيرين بل الكل ان شاء الله الى الرب يسوع. مش عارف ايه راي جناب الدكتور في هذا الـ المقوله يعني او هذه الفكره. ربي يبارككم ويبارك والسلام مع جميعكم. ويباركك جناب الشيخ، شكرا جدا للإضافة الحلوة ولتعليقك الرائع. حبايبي بنخرج لفاصل ونرجع حتى نكمل ما بدأناه، وموضوع مهم لكل شخص فينا، الحياة الأفضل. عنك أخطار صد سهام طايرة وطايشة وتخمد نار، بأيدين الرب يسوع حيشة عنك أخطار بتصد سهام طايرة وطايشة وتخمد نار، بيسهل لينا الصعوبات سهران على شعبه طول الأوقات. سلام بيخرج من الجاف حلاوة ويحلل الأيام، كله حنان وما فيهوش قساوة وبيدينا سلام، بيخرج من الجاف حلاوة ويحلل الأيام، بينجينا في وقت الأزمات للدعاء والصلوات. لو كان أحمالك تقلي جبال وياه ترتاح، تفقر لو كان أحمالك تقلي جبال وياه ترتاح، تفقر وتخف الأحمال وتخف جراح، تتجمع حوالينا بقار نلاقيها بتفرج من السماوات، كله حنان
سلام بيخرجني الجاف حلاوة ويحل الأيام كله حنان وما فيهش قساوة وبيدينا سلام بيخرجني الجاف حلاوة ويحل الأيام بيناجينا في وقت الأزمات والصلوات. أحبائي مرة تانية برحب بحضراتكم معانا حتى نستكمل موضوعنا لهذا اليوم وهو الحياة الأفضل وكيف نحياها. دكتور رضا مرة تاني بنقول لك أهلا وسهلا بيك، شكرا للوقت الرائع اللي أمضيته معانا بتقدم سرد رائع من تعليم كتابي نقف عند كل كلمة فيه، ربنا يباركك. أمين. خلينا دكتور نسأل بقى، من فضلك شاركنا ببعض صور الحياة الأفضل وإزاي نمارس ده عمليا. تمام. الحياة الأفضل في منها بعض اللقطات موجودة في العهد القديم، بقول بعض على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر طبعا. يعني الحياة الأفضل أولا هي أن تعطي لا أن تأخذ. الحياة الأفضل هي أن تتمتع بصورة الله وطبيعة الله في هذه الأرض. كان يقول يصنع خيرا ويبرئ كل المتسلط عليهم إبليس، لم يكن يملك شيئا لكنه هو يملك كل شيء. كان في الصورة إنسانا بسيطا لكنه كان هو ذات الوقت هو الله الحاكم والقادر وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. نعم. كان يشتم لم يرد عوضا. ظلم فتذلل. لم يفتح فاه. نعم. لم يفتح فاه. هذه هي الحقيقة التي وراءها إنقاذ للبشرية كلها. فهو جاء لا يعيش من أجل نفسه لكن جاء ليحيا من أجل الآخرين، جاء ليطلق حياة من خلال موته. عشان كده الحياة الأفضل هي أنه كما سلك ذاك. أنا عايز أقول التعبير الدقيق ينبغي بعد كل اللي سمعناه عن الحياة الأفضل، هي الحياة التي فيها يأتي هذا التعبير كما سلك ذاك. نعم. ينبغي أن نسلك نحن أيضا. نعم. قال عن نفسه أنا نور العالم. لذلك نحن الحياة الأفضل أن نعيش أنوارا تضيء في هذا العالم من مظلم. قال عن نفسه أنا الطريق والحق والحياة، ونحن نعلن أنه فينا هو الطريق والحق والحياة. نقدم هذا الطريق ونردد ما جاء في أمثال 8، من يجدني يجد الحياة. نعم. وينال رضا من الرب. من يخطئ عني يختار طريقا أفضل آخر. نعم. يضر نفسه. كل مبغضية يحبون الموت، زي الآية اللي جاءت في مزمور 16، كسرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. نعم. يعني أنا النهاردة عايز مش أدي مجرد مادة روحية، لكن أنا عايز أدي أسلوب عملي حقيقي. أنا مشغول أوي بالأخ نادر اللي في وسط الإخوة اللي اتكلموا وبيقول إزاي. نعم. وأنا معاه على الخط وأنا بقول له يعني الأمر سهل جدا، أنا بعيشه، أنا متمتع بيه. وشفته في أقل أماكن في مصر، في صعيد مصر، في أماكن معدومة تماما، ناس لا تحمل شيء من حطام الحياة لكنها تعيش الحياة الأفضل. لم يعد الفقر يسيطر عليها ولا يقدر أن يدمرها، ولم يعد المرض يدمرها، ولم يعد الأعداء تدمرها والإزعاج يدمرها، بل هي صامتة وقوية ومغيرة لمن حولها. وهذه أمثلة. بس أنا عايز أقول من أمثلة العهد القديم، إليشع نبي عظيم كان عليه أعداء داخلين عليه، جيش
لكن يقول الكتاب ان هذا الجيش اطعمه وسقاه وارسله، وكانت النتيجه ان هو احب الاعداء. دي ومضه من العهد الجديد، ان هو كان يعيش الافضل، ان صار سلاما بين ارام واسرائيل لفتره من الزمان. الفتاه المسبيه طفله ما زادتش عن 11 سنه، نعم، لكنها رغم انها كانت مسبيه وكانت عند رئيس الجيش الاعداء، قائد الجيش بتاع الاعداء، لكن كانت تتكلم بلغه الحياه الافضل. نعم. يا ليت سيدي كان يذهب الى النبي الذي في اسرائيل لكان يشفيه. هذه الحياه الافضل، ليس ان اقتص حقي من الاخرين، ليس ان اخذ حقي من الاخرين، ليس ان اطالب بالانتقام من الاخرين، لكن ان اقدم ما املكه انا من افضل، وهو الحب والغفران والتسامح والاطلاق لتحرير هذه النفس. انا عايز اقول لك الفتاه دي هي التي اسست المسيحيه في سوريا. لان نعمان السورياني لما رجع مؤمن واعلن حضور الله، وهي اكيد البنت دي تحولت من بنت شغاله عنده لمعلمه للشريعه في حياه هذا الرجل. الامر الثاني اللي عايز اقول بقى نمسكها كتابيا. نعم، يعني الصوره العمليه يا دكتور هي اكثر تفاعلا مع الناس. أيوة. وانا بتفق معاك لما الاخ نادر من مصر. أيوة. سال السؤال ده، طب انا ازاي اعيش ده؟ أيوة. عمليا. يعني فعلا اشكرك جدا. أيوة. يعني محتاج ان حضرتك تسترسل اكثر. بشكل فعلا بطريقه عمليه ازاي انا اعيش ده. عشان كده حبايبي انا بعتذر لكل حد بيتصل او هيتصل او موجود على الخطوط، احنا مش هنقدر ناخد اي اتصالات، خلينا نستثمر الوقت اللي باقي مرة تاني. طيب ناخد اتصال واحد، سامحوني بعد كده فعلا احنا مش هنقدر نستقبل اي اتصالات، نفسي اسمع كل الناس، لكن معلش سامحونا سيبونا الوقت الباقي من الحلقة. اخد اخر اتصال. اهلا وسهلا من فلوريدا. اخي عادل، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. شكرا. انا برضو معاكي، لازم الوقت يستثمر الدكتور رضا يتكلم. اهلا بيك اخي عادل، اتفضل. بس انا بالنسبه للظروف اللي بتحصل في العراق وسوريا، عايز اقول حاجه. اللي حكى الدكتور ده رائع وصح ومظبوط عن الحاجات الايجابيه زي الفتاه اللي سبيت لنعمان السورياني او غيره او غيره، لكن في احيانا بدماءنا بنعيش حياه فضله او بجوعنا، وفي امثله كتابيه عاشوا حياه فضله، وزي ما قال الدكتور عزيز المهم او الاخت فريال العلاقه مع الله. فمثلا باروخ، انا هدي امثله برضه من العهد القديم والعهد الجديد بسرعه. اتفضل. باروخ في اصحاح 45 قال انا ذا اهل البدن اجتاح اقتلع ما ارسته كل هذه الارض، وانت تطلب من نفسك امومه عظيمه؟ لا تطلب، لان سجل الشر على كل ذي جسد يقول رب اعطيك نفسك قديمه. فالرب قال له كده. حبقوق مع الاعداء، لنا حافظين المقطع بالذات بتاع حبقوق لما بيقول سمعته فارتعدت احشائي من الصوت رجعت شفتاي دخل مخرف عظامي، وبعدين هيكمل ليزر ما وقال، لكن علاقته مع الرب في وسط هذه الظروف خلته يفرح. في ناس يمكن مؤمنين حقيقيين علاقتهم مع الرب حلوه ومش لاقيين ياكلوا، لكن عايشين حياه فضله وبيكافحوا وبينتصروا، واقباب الجحيم زي ما قال الدكتور مش هتقوى عليهم، لكن كلمه في القضاء ستحكمين عليهم، مش في الزمن ده هنحكم عليهم، لكن زي ما قال التلاميذ هتجلسوا على كرسي على 12 كرسي وتجيبون اسباب اسرائيل ده في مجيء الرب. حتى في العهد الجديد الرب ما كانش ليه مكان اين يسند راسه. ولو رحنا لاصحاح الايمان ده 11 بعد ما اتكلم عن الناس العظماء في الايمان وابراهيم وموسى وغيره وغيره، في اخر الجزء الاصحاح بيقول ايه من عدد 26، واخروا تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود ايضا وحبس الركم زي استفانوس، نشر زي اشعيا زي ما بيقول التاريخ ركم قتلى سيف زي بولس الرسول، طفوا الجلود هانم وجلود معز معتزين مكروبين مدلين. لكن الشيء الرائع كتاب لي وهم لم يكن العالم مستحق لهم. ليه؟ لانك تائهين في براري وجبال ومغاير وشكوك زي دلوقتي الارض. فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالايمان، عندهم ايمان. نعم. نجوا من حد السيف، في ناس نجوا من النار زي من ثلاث فتية، في ناس نجوا من جب الاسود، في ناس لا ماتوا بالاسود وهذا وزي. لكن العالم ما كانش لم ينال الموعد. ليه؟ لان برضه لهم موعد افضل ولهم مدينه فضله. فخلينا انا بس دخلت الناحيه دي شويه عشان احبائنا اللي بيتالموا ما بيتكلموش. يعني انا اسف يعني انا لا بالعكس جعب. احتياج بالعكس احتياج، وكلام رائع اخي عادل، ربنا يبارككم وتكملوا. انا اسف قطعت عليكم الحديث ويمكن غيرت شويه.
لا لا لا، اهلا وسهلا بيك. احتياجه اللي انا بؤمن ان الرب عايز يوصله بيوصله بطريقه او باخرى. شكرا جدا لمداخلتك وللاضافه الرائعه اخي عادل. سامحونا حبايبي مش هقدر اخد اي اتصالات، هناخد الوقت الباقي مع دكتور رضا. اتفضل دكتور رضا، وامثله بقى حياتيه من الحياه العمليه كيف نعيش الحياه الافضل. امين. انا عايز اقول لاخي عادل اللي انت بتقوله ده كتابيا 10 على 10، بس انا عايز اقول لك لن تنتهي حياه المؤمن، لن تنتهي حياة المؤمن إلا بنهاية رسالاته. عشان كده نحن نمارس الميراث الذي لنا في المسيح على الأرض. كل آلة صورت ضدنا لا تنجح، نعم، وكل لسان يقوم علينا في القضاء نحكم عليه إلى أن تنتهي رسالتنا. وحيث تنتهي الرسالة هناك نصير في المجد. وبولس الرسول كان في السفينة بتتحطم، كانت السفينة بتتكسر، نعم، وكان كل شيء قال كلمة واضحة جدا، قال انتزع كل رجاء لنا في النجاة، لكن وقف بي ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. هو دي القوة بتاعة الحياة الأفضل. وقال لي لا تخف يا بولس، ينبغي أن تقف أمام قيصر. هو كان مربوط بالسلاسل، كان في سفينة بتتحطم، كان في وسط ناس أشرار، لكنه كان لابد أن يتمم رسالته. علشان كده ينبغي أن تقف أمام قيصر. وكانت النتيجة أن بولس نجا ووصل لقيصر وقدم الشهادة، لأن هو كان هدفه أن هو يوصل روما عشان يوصل رسالة، مش هدفه أن يرفع قضيته أو أن هو يدافع عن نفسه. وحتى الشيطان حاول يلعب معاه في الجزيرة مع البرابرة، وجاله الحنش لقطه هو بس، لكن ما كانش ممكن يأذيه لأن هو رسالته لم تكتمل بعد. فأنا بتكلم عن كل شخص يمارس ميراثه في المسيح على الأرض ويأخذ الخط الأحمر إلى أن تنتهي رسالته. بولس الرجل العملاق الذي كتب أكثر من نصف العهد الجديد، والذي أعلن هذا الكلام حتى اختبار الاستشهاد، إكليل الاستشهاد رب حبيب دهوله، فقال أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا هو عليك للبر الذي يقول لي الله الديان العادل. يعني هو أنا عايز أقول كل شيء بيتم، لازم بتكون نهاية حياة المؤمن بنهاية رسالته، مش بنهاية المرض، مش بسبب المرض اللي عنده أو بسبب الأعداء اللي حواليه أو بسبب أي قوة على الأرض، طالما يعيش الحياة الأفضل على هذه الأرض. نعم. الأسود لا تستطيع أن تقترب إليه. أنا بشجع كل أخ النهاردة لما بيشوف أخ مؤمن بيفترسه أسد أو بتجيله ظروف وينتهي حياته، دي بتكون انتهت رسالته، يا إما نتيجة أنه أكمل رسالته وأكمل السعي، يا إما كان تقديم من الرب ليه أنه هو خرج من الخطة الإلهية. فالموضوع محدد، انت بتخدم الرب، انت في الرسالة بتاعتك، مفيش قوة تقدر تقرب منك. عشان كده انا عايز اقول، وإلا ما كانش الكتاب يعلن في أمثال 24 انقذ المنقادين إلى الموت، بس قبلها يقول إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. وإيه ضاقت قوتك؟ الحياة الأفضل هتفقد عندك. إنك انت هتعيش في حياة العالم، هتخاف على نفسك. يوم أخاف على نفسي أنا مش في الحياة الأفضل. يوم ما أنا برفع عيني من على الرب أنا مش في الحياة الأفضل. يوم عيني تتملي بالعالم، دي مش في الحياة الأفضل. وبعدين عايز أقول لحضرتك حاجة، العالم كله وضع في الشرير، وكل شيء في العالم سيبطل، العلم سيبطل. أنا درست طب وأنا دكتور وبمارس مهنة الطب الأسنان لغاية النهاردة، داخل في 40 سنة بمارس المهنة، واخد بالك حضرتك، كل اللي اتعلمته، كل الشهادات اللي خدتها، وكل العلم اللي اتعلمته لا يساوي حرف واحد في كلمة واحدة من الكتاب المقدس. لأن الكتاب المقدس بيقول كده، العلم سيبطل، كل حاجة هتبطل، لكن كلمة من كلام الله، السماء والأرض تزولان وكلمة من كلام لا تزول. فأنا عايز أقول، أنا بشجع كل مؤمن في أي موقع كان فيه، في منطقة حساسة، في العراق، في سوريا، في الأردن، في مصر، في أي موقع. أنا عايز أقول لك، وأنا في مصر، أنا في منطقة الأحداث ملتهبة وبوصل لكل الناس وبتعامل معهم، ما فيش قوة، الموت قرب مننا كتير وشفناه كتير، لكن ما فيش قوة اقتربت مننا لأن رسالتنا لم تنتهي بعد. شكرا. عشان كده أنا عايزك تعيش الحياة الأفضل، تتمتع بالأفضل، حماية وحفظ وعطاء مستمر بلا حدود. هللويا. أمين. أمين أمين أمين. بالنسبة للصور الحياة الأفضل، أنا عايز أقول كتابيا مزمور 139 يهمني قوي، وعدد 11 بيقول إنما الظلمة تخشاني فالليل يضيء حولي. نعم. الليل مثل النهار يكون. نعم. هذه هي الحياة الأفضل. الحياة الأفضل مش إن يكون في ليل، ما فيش ليل، لا في ليل. الظلمة لا تظلم، بس الليل، الليل يبقى نهار عندي. هللويا. المرض يبقى صحة عندي. الفقر يبقى غنى عندي. الجوع يبقى شبع عندي. طب ازاي الميكانيزم ده؟ ايه يعني ازاي؟ طب تبالغ؟ لا مش ببالغ.
لأن حضور الله تكفيك نعمتي. أنا متمكن من شمولية النعمة. أنا خدت النعمة اللي خلصتني واللي بررتني، وخدت النعمة اللي ثبتتني في مقامي في المسيح، وخدت النعمة اللي شرفتني بالتكليف الإلهي بالكرازة، وخدت النعمة اللي تخليني أمارس الكرازة بالنعمة الشاكرة، فأطلق النعمة المخدومة. عشان كده أنا عايز أقول مسيحيتنا فوق العادة، فوق الطبيعة. مسيحيتنا فوق. واحد يقول لي الكلام ده يمشي في الأرض؟ يمشي في الأرض. أمال إيه؟ هديكم مثل عملي. في قرية من قرى صعيد مصر، في قرية اسمها العزية، في مركز منفلوط في محافظة أسيوط، في أخت هناك اسمها الأخت حبيبة، دي ضريرة، يا ريت تكون هي سمعاني دلوقتي، هي عايشة. الأخت ديت أنا رحت لها مرة في التسعينات، وكان اليوم شتاء شديد جدا، ولما كنت رايح مع الأخ اللي وداني هناك قال له الدكتور جاي من مصر وجايب لك بطانية، جايب لك حاجة تدفي نفسك بيها. شوفوا بقى الست دي اللي هي ضريرة ووحيدة ومعدمة وعايشة في مكان ملوش سقف وفي التراب قاعدة ماسكة بوص بيدهولها عشان تعمل منه قفاص يحطوا فيها الفاكهة. إعدام. مفيش الحشرات موجودة، كل حاجة موجودة، لك تتصور المنظر. مفيش بعد كده خراب، مفيش بعد كده دمار. هذه الفتاة الجميلة العذراء الجميلة ما اتجوزتش، قاعدة. لما رحت لها قالوا لها الدكتور جايب لك بطانية، شوف بقى رد الفعل بتاعها. تقول لي ادي البطانية لأم جرجس اللي جنبي. يا إلهي الطيب. طيب يا ستي هنديها، لا دي عندها عيال كتير، اديها اتنين. طب حاضر نديها اتنين وانت هتاخدي واحدة. قالت لا، ادوها التلاتة. طب ده انت قاعدة يعني ما فيش بطاطين معاكي. ده انت يعني قاعدة معدمة يعني. أنا قلت لها كلمة اتعلمت درس عظيم. قلت لها انت قاعده لوحدك هنا؟ بصيت لقيت الست الضريره دي راسها اتحركت ناحيه ايه؟ الصوت بتاعي، وراحت مكلماني بكل صرامه وبكل قوه، انت بتعرف تقرا؟ فالاخ اللي معاها قال لها برضه كده، ده دكتور. قالت له دكتور في الطب لكن جاهل في كلمه الله. يا مكتوب الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أنا مش يسوع معاي، حليلوية. أنا يسوع جواي، ولما ببرد بيغطيني بظله ومش عايزة منك حاجة. شوفي قد إيه هي انفعلت جدا، لأني أنا جربتها من كل حاجة في حياتها. بقول أنت قاعدة لوحدك يعني كلمة كانت خاطئة جدا، اتعلمت منها درس ان يسوع فيها رجاء المجد، السر المكتوب منذ الظهور. هذه هذه الفتاه، هذه العذراء، هذه الضريره الفقيره المعدمه اللي ما عندهاش حاجه خالص تملك السماء على الارض، تملك الحضره الالهيه. عندها بقى الناتج، نتيجه الحضره اللي نتيجه الحياه الافضل اللي هي عايشاها، توازن نفسي، توازن عقلي، توازن إنساني في الشبع. عندها شبع جدا، عندها اكتفاء جدا، ما عندهاش حقد على الست اللي متجوزة وهي مش متجوزة، ما عندهاش حقد على الست المفتحة وهي عامية، ما عندهاش حقد على الست اللي عندها عزوة، الراجل بتاعها موجود وعيالها داخلين طالعين عليها، لكن شعرة بالمسؤولية وهي معدمة للست اللي عندها أولاد كتير. هي ما حلتهاش جنيه يعني، حتى بيدوها كان 50 قرش في اليوم، كانت بتديهم للأخ اللي بيجي تقول له أنا مش عايزاهم. شعرة بالغنى، شعرة هي بالغنى. لا تملك لكن تملك كل شيء، تملك كل شيء، تملك كل شيء. مش ممكن يعني، غني حياتها بالفعل. أنا عايز أصل الناس عايزة تعرف اختبارات عملية، أنا عايش الاختبارات العملية دي مع الناس. إذا النهاردة حضور ملكوت الله في ده، ها ملكوت الله داخلكم، هذه الحياة الأفضل، ها ملكوت الله داخلكم، هذا هو الشبع الحقيقي. هذا تعرفوا الست دي بتعلم الناس الصلاة. لما تيجي تصلي تقول ايه؟ كل كلمه تصليها تبتديها مديون القلب ليك. هللويا. مديون القلب ليك على ايه بقى؟ تعالى على العمى، مديون القلب ليك على الوحده، مديون القلب ليك على الفقر، مديون. قالت لا، مديون القلب ليه لانه اشتراني. هللويا. اشتراني وطهرني بدمه وقبل يبقى فيا وانا فيه. وكانت دايما تقول لي اوعى تجيب لي حته سودة، تجيب لي حته ملونه، انا عروسه المسيح. واو. النهارده بتعلم الناس اللي ما عايش لغايه دلوقتي، عقرب راسها ما ماتتش وما خدتش الفاكسين،
كانت ده اكل مسمى ما ماتتش. هذه الانسانه تعيش حضور الله الكامل. اللي عايز يروح يشوف السماء على الارض يروح لها وبص عليها. شكرا يا رب. ما اعدام هي في اعدام. هذه هو سر سلام مصر. هذه النوعيه هي التي تصلي من اجل مصر. وهذه النوعيه التي يعلن عنها الكتاب قلوب الملوك. جداول المياه في يد الله يحركها كيفما يشاء. فالنعمه فالحياه الافضل في بلادنا تحفظ بلادنا من الاخطار. وانا عايز اقول لك وعايز اقول لك وكل اخ واخت تشجع وتشدد. هذا حضور الله يجعلك تشبع تماما. انما الظلمه تخشاني. ايه رايكم؟ موجوده. الليل يضيء حولي. في ايه بتقول عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. انا مش هستناها دي. نعم. دي خلاص دي كانت بتاعت العهد القديم. لكن انا في عهد النعمه. انا في عهد سكيبي الاخير. انا اقول الليل مثل النهار يكون. نعم. انا اعيش اقوى نورا اقوى من لمعان الشمس. هللويا. انا احول الظلام الدامس الى نور عظيم. مش كده النهارده ربي بيقيم من خلال الحياه الافضل كنيسه مضيئه في عالم مظلم لا يدركها ظلام العالم، لكن هي تدرك ظلام العالم وتحوله الى نهار كامل. نعم. لا يكون ظلام في اسم يسوع. امين. نعم. نعم. امين. هللويا. طيب اذا بشكل عملي معايش حضرتك شاركتنا بحياة الأخت دي. هي لا تملك ولكن تملك. نعم. هي لا تملك شيء ولكن تملك كل شيء. نعم. هي بتقبل كل التحديات. نعم. هي لا تفكر في نفسها. نعم. هي غير محصورة في ظروفها. بالزبط. هي لا تنظر لعجزها. بالزبط. لا تنظر لفقرها. بالزبط. لا تنظر لاحتياجاتها. بالزبط. لكن هي عندها غنى. أي. أسمى هو أكبر من أي غنى. لأن اللي فيها أعظم من في العالم. هللويا. لأن اللي فيها يكفيها. نعم. اللي فيها هي في شايفة الشبع، هي في شايفة الغنى، هي في شايفة هي ضريرة لكنها بصيرة. وأنا النهاردة الكتاب يقول لهم عيون، يمكن عينك ست على ست. نعم. لكن أنت أعمى فقير ومسكين وبائس وعريان. نعم. لكنها هي لا ترى العالم لكنها ترى الحضور لله 24 ساعة. نعم. سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلبه وفكر. هذه السيدة، هذه المرأة، هذه المرأة التي تمتعت بالحق اللي جه في امثال واحد العدد الاخير. تسكن امنه وتستريح من خوف الشر. هللويا. تتمتع. نعم. بالحق اللي موجود. ساهره كل يوم امثال 8:34 ساهره كل يوم. يقول طوبى للانسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريع اللي هي في الباب. عند ابوابي اللي انا. نعم. مسيح باب الابواب حافظا قوائم ابوابي. شوفي حضرتك انا هقول الايه تاني. امثال 8:34 طوبى للانسان الذي يسمع لي. وانا قلت لما اسمعه لما اشوفه في سنه وفاه عزيه الملك رايت. نعم. يبقى لما انا عيني هي الست دي ما عندهاش عزيه في حياتها. نعم. مش ما فيش حاجه غاليه في حياتها غيره. رائع رائع. دي إنسانة انصهرت من العالم وانصحقت من العالم وصارت في سماء على الأرض تتمتع. الأتون يأتي إليها محمى مئات الأضعاف والأسود تحولها من كل جانب لكنها ثابتة كالصخر. نعم. لأن الحضور الإلهي فيها. هللويا. هذه هي مسيحياتنا. ما فيش عزية واخد اهتمامها. ده. واخد نظرها واخد عينيها. أيوة. واخد انشغالها. نعم. ما فيش تركيز غير على شخص الرب يسوع. عشان كده كل الشبع. نعم. كل الشبع موجود. نعم. فيها شافته لأن عينيها صافية من العالم ما فيش. نعم. في العالم فبتسمعه تتمتع بيه. عشان كده أنا أسمعه لما يقول لي من أرسل ومن يذهب من أجلنا. الست دي ما عندهاش في جيبها جنيه لكن. نعم. تعرفي أغنت الست التانية بثلاث بطاطين. إيه رأيك؟ نعم. يعني هنا الآية اللي بتقول نغني كاسرين ونحن فقراء. صح. ما حدش قادر يفهمها. نعم. هي عملتها هي. ها؟ كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كسرين. أصل بالفعل الست دي. المبدأ افتقر. نعم. وهو الغني. نعم. والغني ده فينا. نعم. أمين. هللويا. رب صالح رب عظيم. أكتر صور وأكتر نعم نقلة غير عادية. أنا عارفة أنه اللي حضرتك بتقوله على هذه الأخت الرائعة. أيوة. اللي أنا بعتبرها فعلا الله عرف ينقيها واداها الأنية الجميلة اللي النهاردة بيستخدمها وهي قاعدة في كل العجز. بالزبط. يعني في عندنا ناس عندهم عينين وعندهم رجلين وعندهم إيدين وعندهم كل ما يمكن استخدامه وما يعرفش يروح يكلم حد عن شخص المسيح. بالزبط. لكن ست مجردة من كل حاجة. بالزبط. لكن زي ما قلنا تملك كل شيء. أيوة. هي قادرة تكون بتشع وتعلن عن كم المحبة الغالية اللي. أيوة. شبع حياتها. أيوة. ممكن تغذي بيها كمان. نعم. الآخرين. نعم. وأنا عارفة الكلام ده حضرتك ما قلتوش بالصدفة.
كم من ستات النهارده يمكن قاعدين لوحدهم، يمكن ما عندهمش امكانيات، يمكن مرضى، يمكن مش بيشوفوا، يمكن عندهم بعض الامور اللي بتعوقهم عن التعامل او الخروج. لكن تعرفي وانت في مكانك انت شبعانه بالرب، وانت شايفه الرب وبتمارسي حضور الرب، ويا بختك انت مميزه، انت مش ناقصك حاجه بالزبط. كفايه معاكي رب الارباب وملك الملوك. تمام. كل انا عايز كل اخت في وضع الاخت حبيبه ان هي تتنقل فورا فورا، مش بعد ساعه ولا بعد دقيقه، فورا حينما تفتح قلبها للمسيح في اسم يسوع. يدخل يسوع، واذا يدخل يسوع يتحول الظلام في حياتها الى نور، والكذب الى حقيقه، وتعيش والفقر الى غنى، والضعف الى قوه، والمرض الى صحه. حتى لو المرض قاعد، انا بقول لك الكلام ده وبقول لكل اخ وكل اخت، ما ترتبكش علشان التحاليل بتقول ان تيومر ماركر عالي، ما ترتبكش عشان بيقولوا معدلات الفيروس عاليه في جسمك، ما تخافش. انا طبيب وبقول لك هذا الكلام، اللي هيدخل فيك لا يقوى عليه المرض. ما سمعناش ان المسيح ايه في يوم من الايام. نعم. ما حصلش اللي بطرس راح قال ليوحنا الرب المعلم سخن هنوديه للطبيب، لم يحدث. وإذا دخل فيك الذي لا يمرض، وعندك أمراض الدنيا لا تستطيع أمراض الدنيا أن تقوى عليك، لا يضع حدا لهذه الأمراض، وضع للبحر حدا. عشان كده نوني كثيرين ونحن فقراء، نشفي كثيرين ونحن مرضى. الكتاب يقول تكفيك نعماتي. القضية حضور الله فينا. نعم. الذي لا يمرض، والذي لا يجوع، والذي لا يعاني، لأنه هو الحاكم والحازم والقاطع لكل الأمور. هللويا. يا بختنا بيه، يا بخت من كل إنسان زي ما حضرتك قلت النهاردة يفتح قلبه، ياخده ملك على حياته، يبدل كل حياته مهما كانت مليانة تعب بالزبط. مليانة سلبيات، مليانة مرض، مليانة احتياج، مليانة فقر، مليانة أمور صعبة بالزبط. لكن النهاردة يحول كل ده، يحول اللعنة للبركة. نعم. فقط إذا قرر أنه يحب أو يسعى. نعم. أنه يعيش الحياة الأفضل. نعم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة النهاردة، عايزين نعمل ثورة داخلية في كل واحد من المشاهدين الأعزاء. في اسم يسوع. عايز اعمل ثورة. أنت النهاردة عايش بتبحث عن أمور أرضية، وأنت مؤمن وابن لله لكن مخدوع في العالم. النهاردة أنا عايزين نقول الأفضل أن تعطي لا أن تأخذ. الأفضل أن لا تمتلك أرضيا بل تمتلك سماويا. الأفضل أنك أنت تكون كما كان هو على الأرض. ما فيش حد أفضل منه. هو لم يكن له أين يسند رأسه. أنا مش بقول لك غلط أنك تمتلك، لكن غلط أن الأشياء التي تمتلكها تمتلك قلبك، لكن عليك أن تقدمها لإلهك. أنت وكيل أمين عليها. النهاردة المادة، إحنا محتاجين المادة، محتاجين الفلوس، لكن الفلوس اللي هتخليك أنت مستعبد ليها، أنت فقدت الحياة الأفضل. لكن الفلوس اللي في ايدك انت هتقدمها النهاردة للرب وتقول له انا غناية مش في الفلوس، انا غناية فيك انت، انا سلامي مش في الفلوس، انا سلامي فيك انت. النهاردة يلي انت مريض وتعاني من امراض كتير، ما ترتبكش للشفاء، لكن ارتبك انك انت تشفى داخليا، تشفى من العتيق اللي فيك، وهكذا تمارس الحياة الافضل. ايه الحياة الافضل؟ انك تبقى مريض وبالشعر بالخوف، بالشعر انك هتموت، وانت تبقى محتاج وانت بتدي الاخرين. هذه الحياة الافضل. يعني ايه الافضل؟ الافضل انك دايما تعطي لا تأخذ. احنا تعودنا الافضل اخد، الافضل ان انا امتلك، الافضل اللي عندي يزيد. نعم. واحب ربنا واخدم ربنا وادي ربنا. لا، هو النهاردة عايز يعمل ثورة داخلية فيك. والافضل يا دكتور اني اكون افضل من غيري، واسعى ان نكون افضل من غيرك. انا عايزك تكون افضل من غيرك، مش في الامور الارضيه. نعم. لكن عايزك تكون افضل من غيرك في الغنى الروحي. أمين. في انك تدخل الى عمق اكتر، افضل من غيرك في انك تزيد، ان غفرانك يبقى اكتر يسوع. منه، وان حبك ليه يبقى اكتر منه. الحياه الافضل انك تحب واحد هو ما بيحبكش. الحياه الافضل انك تدي واحد هو ما بيدكش. الحياه الافضل انك انت تبارك واحد هو بيلعنك. الحياه الافضل انك تصرخ من أجل شخص بيأذيك، مش عشان بيأذيك لكن علشان هو يتغير ويبقى زيك. النهاردة الحياة الأفضل هي المسيح. الحياة الأفضل هي حضور الله كليا، عشان كده ليحل كل كل من الروح، لا جسديا، حضور الله فيك. ودي الآية اللي قالها المسيح في يوحنا 17 23، أنا فيهم وأنت فيا. إيه رأيك أخي وأختي المشاهدين، إذا كان يسوع فيك هل تشعر أنك محتاج حاجة تاني؟ مال الكون كله مش طول النهار بنرنم له؟ ما ليه أنت زعلان؟ بترنم له من هنا وتطلع تشكي، بتصلي له من هنا وتطلع تشكي،
النهارده الرب عايز يطلق ثوره فيك يا مؤمن، ثوره ان الرب يخليك مؤمن روحي، اوعى تبقى مؤمن جسدي، ويا خاطي ارجع وابقى مؤمن ومؤمن روحي بسرعه، ما تمرش بمؤمن جسدي. ارفض الحياه الافضل في العالم وتمكن منه هو، وان كنت في العالم الله مديلك ده شيء كويس، لكن هذا الامر اللي في ايدك انت وكيل امين عليه لكي تستخدمه للمجد الابدي. عيش الحقيقه قبل ما توصل لها، ووظف الارض ديت لمجد الحقيقه اللي انت رايح لها، وعيش السماء على الارض. امين امين. اشكرك عشان بتوجه الكلام فقط مش بس للخاطي، المؤمن يحتاج انه يسعى للحياه. نعم. الافضل. نعم. بالشكل اللي الرب فعلا عايزه. نعم. يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، لكن شكرا جدا على كم الكلام والتعليم اللي سردت قدامنا، لكن كمان التحديات اللي حطيتها قدام كل حد فينا. النهاردة عندنا يعني مستقبل مشرق، أنا ممكن أعيش بكرة أفضل، ليه أنا عايش في التعاسة؟ أنا ممكن أعيش بكرة أسعد وأحسن. بالزبط. في علاقة حقيقية مع المسيح. بالزبط. ليه ما سعاش ليها؟ بالزبط. دكتور رضا، من كل قلبي بشكرك، بصلي أن الرب يستثمر كل مليك في الرحلة الموجود فيها في أمريكا، لكن كمان في كل العالم، وترجع لينا مرة تاني بالسلامة، والرب يستخدمك أيضا في هذا البرنامج مرة تاني. بنشكرك من كل قلبنا. شكرك. أحبائي شكرا جدا لحسن تواصلكم معنا، شكرا لكل مداخلاتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم. صلاتي ان الرب يبارككم، وامين دايما يكون لنا الخطوات الواسعة ناحية حياة افضل، والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل.